أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة اليومية التي تمتد منذ صبيحة اليوم إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية، وهي رابع انتخابات تجرى في الدستور الجديد، بداية من الانتخابات الرئاسية التي كانت في 12 من ديسمبر، ثم لتلتها الانتخابات أو الاستفتاء للدستور في الفاتح من نوفمبر، وكانت آخر انتخابات في 12 من جوان
لعام 2021. إذا نصل إلى المحطة الرابعة أين يلتقي المواطنون وجها لوجه مع صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجالس محلية بلدية وولائية عبر 58 ولاية بعد انضمام 10 ولايات جديدة بعد أن كانت 48 ولاية، إضافة إلى 1541 بلدية أو مجلس شعبي بلدي وفق نظام اقتراع جديد أقره الدستور الجديد الذي استفتي عليه الشعب في الفاتح من نوفمبر. إذن هي محطة رابعة جديدة للمواطنين مع هذه الانتخابات التي يقدر عدد المشاركين فيها كناخبين 23,717,479 موزعين مشاهدينا الكرام عبر 13,326 مركزا انتخابي، بينما تكون المكاتب الانتخابية 61,676 عبر مختلف 58 ولاية. مشاهدينا الكرام، قناة البلاد ستكون في الموعد كما كانت خلال المحطات السابقة من خلال هذه التغطيات المباشرة، سواء هنا في البلاطو مع ضيوفنا المختلفين سواء أكاديميين أو سياسيين أو قانونيين، وكذلك من خلال المعالجة المتابعة التغطية المباشرة من الميدان عبر شبكة مراسلين في 58 ولاية، إضافة إلى جنود الخفاء الذين يضمنون هذه التغطية المباشرة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى الأشاوس الذين يتواجدون في الميدان لمعاناتنا وموافاتنا بكل تفاصيل العملية الانتخابية. كما كانت زميلتي معكم نزيهة بالعيدي منذ قليل في هذا المباشر، سأواصل معكم إلى غاية 11 نضمن لكم التغطية المباشرة سواء من الصور المباشرة والفيديوهات وكذلك التصريحات أو ما تعلق بانتخاب عملية اقتراع التي سيقوم بها كبار رجال الدولة من بداية من رئيس الجمهورية إلى بقية الوزراء وكذلك رجالات الشخصيات السياسية، إضافة إلى قضايا قانونية ودستورية نناقشها مع ضيفي في البلاطو الذي أرحب به الأستاذ الدكتور سعيد أصيف أستاذ القانون الدستوري. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، نشكركم على الاستضافة. نشكرك أنت الذي لم تغب معنا تقريب منذ 3 محطات انتخابية سابقة وهذه الرابعة، سيحصل لي الشرف أن أكون معك سيدي الكريم لأستفيد منك كصحفي في المجال القانوني وكذلك المشاهدين حتى تعطينا بعض التفاصيل القانونية، لأننا اليوم أمام انتخابات جديدة ليس في شكلها، ليس في طريقتها، ولكن دستوريتها ولا نظامها الجديد والاقتراع. سيدي الكريم، ما هو إطار الدستوري الذي جاءت فيه هذه الانتخابات المحلية البلدية والولائية؟ تفضل. طبيعة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن مقبلون على أو نحن في إطار انتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية. طبيعة الحال الدستور يتكلم على المجالس المحلية ويعطيها الاهتمام الأكبر في المادة 16 17 18 19 من الدستور، يعتبر أن المجالس المنتخبة هي المكان الذي يمارس فيه الشعب أو يعبر فيه الشعب عن تطلعاته، وبالتالي المجلس الشعبي البلدي مثلا هو القاعدة الأساسية ويجسد الديمقراطية التسيير والتسيير الجواري، وبالتالي هي مؤسسة مهمة في إطار مسمى بالديمقراطية. المسألة الثانية أنه صحيح الدستور دائما يضع المبادئ العامة، ولكن لابد من تجسيد ذلك في إطار قوانين، وقد جاء القانون العضوي 2101 يتكلم على كيفية ننتخب هذه المجالس المنتخبة ووضع شروط للمترشحين وأيضا في العملية الانتخابية، وبالتالي نستطيع أن نقول أنه الانتخابات هذه المحلية سواء البلدية أو الولاية تمتاز بخصوصيتين. الخاصية الأولى في أنها تأتي في إطار استكمال مسار بناء المؤسسات وتعهدات رئيس الجمهورية الذي قال بإعادة بناء مؤسسات وإعادة الكلمة إلى الشعب ونخلو الشعب أنه يختار، وبالتالي نحن الآن في إطار استكمال مسار بناء المؤسسات وننتظر مستقبلا أيضا مؤسسة مهمة وهو مجلس الأمة. الأمر مسألة ثانية أن هذه الانتخابات المحلية هي انتخابات مسبقة جاءت في ظل قانون عضوي انتخابات جديد. لما نقول جديد بمعنى أنه بمواد جديدة تعطي إمكانية للناخب تخليه في أريحية أنه يختار. الأمر الثاني أنها جاءت للقضاء على المال الفاسد وتشويه العملية الانتخابية التي كانت سابقا، وبالتالي سوف تلاحظ أن هناك مواد في قانون الانتخابات الجديدة أرادت من خلالها المشرع أراد منها إعادة الاعتبار لصوت الناخب، وبالتالي السماح أيضا ببروز الشباب من خلال الشروط وأيضا من خلال المستوى الجامعي الذي نص عليه قانون العضوي للانتخابات، وبالتالي هذه هي المعطيات الجديدة في هذه الانتخابات. لذلك نقول أن هذه الانتخابات لها نكهة خاصة ولها اعتبارات خاصة، نظن أنه سوف تكون أحسن من الانتخابات المحلية السابقة. أستاذ لصيف، بالنسبة كما قلت لهذه النكهة الانتخابية الجديدة،
ماذا تشكل هذه الانتخابات المحلية في أهميتها؟ يعني ربما لا نقيسها على نسبة المشاركة أو عدد الإقبال أو غير ذلك، نحن نتحدث عن الأهمية السياسية الاجتماعية الاقتصادية اللي تعطيها المواطن. طيب. تكلموا عن انتخابات رئاسية فاتت، تكلموا عن انتخابات تسريعية، اليوم أمام انتخابات محلية. هذه الانتخابات المحلية بالنسبة للمواطن ماذا تشكل لهم؟ أنا أظن أن الانتخابات المحلية بنوعها مع المجلس الشعبي البلدي والولائية تعتبر أهم بالنسبة إلى الناخب. لماذا؟ لأن المجلس الشعبي البلدي أو الولائي هو الأقرب للناخب، لأن البلديات مثلا عندها احتياجات، عندها خصوصيات، وبالتالي الناخب الذي هو يكون أقرب ويعلم احتياجات المواطنين، وبالتالي هو الذي يعطي أو يستطيع أن يحدد ما هي المشاريع الأولويات التنمية في تلك البلدية. وبالتالي هذا الناخب الإنسان المدعو أن ينتخب من يمثله في المجلس الشعبي البلدي المنتخب، وبالتالي نستطيع أن نقول أن المجلس الشعبي البلدي أو الولائي هو الأقرب إلى المواطن. ومثلا لو قارناها بالانتخابات التشريعية، التشريعي مثلا هذا البرلماني أو النائب عندما ننتخبه يذهب إلى المقر الموجود في العاصمة، بينما المجلس الشعبي البلدي أو الولائي موجود متواجد بصفة دورية في البلدية تاعه، وبالتالي في احتكاك مباشر مع مواطنيه ومن انتخبوه. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الانتخابات البلدية لها أهمية كبرى، خاصة في مجال التنموي، لأنه المجلس الشعبي البلدي أو الولائي هو الذي مخول وعطينا له الصلاحيات أنه يقود عملية التنمية في البلدية. لما نقول عملية التنمية معناتها في كل مجال، المجال البيئي، مجال الصحي، مجال الثقافي، مجال الاستثمار. وبالتالي نظن أنه الآن المواطنين مدعوين لاختيار الأحسن. لماذا يختار الأحسن؟ لأنه هذا الإنسان اللي تختخبه مفروض أنه يخدم لك انشغالاتك، يخدم لك تطلعاتك والأمور اللي تحتاجها في البلدية. لذلك نقول على هذا الأساس قلت أنه الانتخابات البلدية مهمة وسوف عندها نكهة خاصة، لأنك سوف تختار من هو أقرب إليك في التسيير. دكتور وصيف، يعني لو نطلب منك يعني في سؤال، طلب عن طريق السؤال باش نعرف أن هذه الأهمية وين راها، يعني وين نشوف باللي المواطن مهتم بهذه العملية الانتخابية، أقصد المحلية البلدية الولائية. أولا نشوف باللي مهتم، اللي تخلينا نشوف باللي مهتم أول في الحملة الانتخابية. نعم. لاحظنا الآن في التجمعات ولا الحملة الانتخابية في التفاف حول قوائم متعددة، لأنه أصلا القائمة هذه ابن الحي من البلدية تاعه، وبالتالي يعرفوا، ما هوش كما الانتخابات التشريعية ربما واحد مترشح في البلدية. نعم. ولكن انتخابات البلدية، خاصة الانتخابات البلدية، أنه المترشح هو أولا يقطن في البلدية تاعه، عنده بطاقة الناخب في البلدية، وبالتالي يعرفوه. ذلك في الاحتكاك يقدر حتى يكون خوه ولا عمه ولا الدشره تاعه ولا صاحبه. نعم. ولا زميله الى هذا. وبالتالي في بعض الحالات يقول لك انا ماشي معني، بصح لما يقصدوا جاره ولا زميله يعرفه ولا ابن حي تاعه يحشم، يقول لك باللي لابد نشارك، خاصه انه يقولوا باللي نقدر نروح نتكلم معاه، نقدر غدوه ندقدق له على الباب تاعه وندقدق على لا ويستقبلني، خاصه انه لذلك قلت انا لاحظنا هذه اولا، هذا الاهتمام لاحظناه في الحمله الانتخابيه، ولاحظناه انه في عدد القوائم المترشحه، رغم أنه كل القوائم كانت ملزمة بتقديم التوقيعات، واستطاعت الكثير من القوائم سواء الحزبية أو القوائم الحرة أن تجمع التوقيعات. هذه التوقيعات دليل أنه فيه مساندة شعبية من البلدية تاعه لكي يترشح لهذه الانتخابات. لذلك نقول هذه هي الأهمية من خلال هذه الملاحظات اللي ذكرتها. أستاذ، بالنسبة للقانون العضوي للانتخابات اللي 10 مارس 2021، هو قانون بأمر تحدث على كل تفاصيل عملية انتخابية. ما يهمنا اليوم هو ابتداء من المادة 169 إلى غاية المادة 190، عاود من 169 إلى غاية 190 هي كلها تتحدث عن الانتخابات البلدية والولائية. ما رحيش نفصلوا في هذه المواد لأنها كثيرة وكبيرة وعريضة، ولكن ربما راح نتكلموا على بعض النقاط. قبل ما نتكلموا في النقاط نروحوا للمترشحين، لأنك تكلمت أستاذ وصيف أنه عنده أهمية نظرا لأنه ربما يمثل رئيس الجمهورية في البلدية، هو رئيس الجمهورية في البلدية. نتكلموا على المترشحين اليوم، نخليو شويه الولائي لانه البلدي اهم. يعني كاين حتى ناس ما يعرفوش شنو هو الانتخابات المحليه والكون باراليل بلدي واش نفصل في العمليه. صحيح. ندخلوا لمراكز الانتخاب ونشوفوا كيف تتم العمليه. نبقى فقط مع المجلس الشعبي البلدي لانه المير كما يقولوا شيخ البلدي، شيخ البلديه بكري اسمه شيخ البلدي. المهم كان 115,000 مترشح، نعاودوا في البلديه كان 115,230 مترشح. كي نشوفوا في الفئه العمريه، تعرف باللي الفئة العمرية 54% أقل من 40% أو أقل من 40 سنة. نعاود قلنا 54% هم أقل من 40 سنة. هذه أول مرة تحدث في تاريخ الجزائر المستقلة من 62. كيف تقرأ هذا الرقم؟
اولا هذا القراء هو هذا قرات لي هذا الرقم، اولا رقم مبشر لانه وجود تودد شبه، هذه مساله الاولى. ولكن هذا الرقم ما كاش يكون لولا قانون العضوي للانتخابات اللي دار شروط فيما يخص الترشح. انت تعلم انه من بين شروط الترشح الجديده هو اولا ان تكون نصف الترشيحات اللي هي لفئه اقل من 40 سنه، وبالتالي هذا الشرط في حد ذاته هو ساعد ان يكون ضمن المترشحين نصف القوائم ان تكون من شبه. ولكن احنا نتمنى ايضا انه نتائج التي تسفر هذه الانتخابات نتمنى أن يكونوا أيضا نسبة معتبرة للشباب. لماذا نقول شباب؟ أولا شباب لعندهم الحماسة، اثنين أنهم عندهم مستوى الجامعي، وبالتحصيل حصل احنا دينا شروط جديدة فيما يخص الشروط الترشح هو أن يكون الثلث المترشحين ذو مستوى جامعي. سنتكلم عن المستوى ولكن حاب يقول بالتحصيل حصل، مادام الشباب هم أغلبيتهم جامعيين. أنت تعلم أن نسبة كبيرة من الشباب هم جامعيين، وبالتالي وكأن ضربنا عصفورين بحجر واحد. لذلك أن هذه الأرقام المشجعة اللي قلت أنت أكثر من 54% نسبة شباب، هذا نتيجة أولا نتيجة الإرادة السياسية، لأنه يعني رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته قال نشجع الشباب أنه يروحوا العمل السياسي، لأنه في النظام الانتخابي القديم كانت أبواب موصدة عليهم، وبالتالي حتى توغل المال الفاسد. لذلك من بين التزامات رئيس الجمهورية في لما ترشح انتخابات قال الشباب هذا نسمح لهم، بل أكثر من ذلك ممكن أن نمول حملاتهم الانتخابية. وبالتالي فوجود الشباب نستطيع أن نقول أنه جاء تحصيل حاصل أولا للإرادة السياسية، ثانيا إلى الشروط الجديدة التي جاء بها النظام الانتخابي فيما يخص شروط الترشح. أستاذ أنت على بالي ما تكلمش في السياسة، ولكن نجرك شوية لامس شوية السياسة ما ندخلش فيها، لأنك أنت أستاذ قانون دستوري. لما تقول لي شيء مشجع أنه شباب وكما أعطيتك هذا الرقم 54% أقل من 40 سنة، ما يخوفش يعني لما نسال عن الخبره في التسيير؟ اول ما يخوفش، لماذا نقول ما يخوفش؟ اولا لو كان يخوف كان يخوف الواضعين هذا القانون. نعم. لانه هذا القانون قبل ما يوضع كانوا ناس تاع قانونيين، ناس عندهم خبره، هما اللي اقروا هذا من هذه التعديل، وبالتالي ربما راهم تطرقوا كان اثناء وضعهم القانون جاء في ذهنهم هذه المساله. التصور. هذا التصور، ولكن لا المفروض انه نعطي، لانه باش يجيب الخبره الانسان لابد يتمرس. احنا كي قلنا يكون مترشحين شباب ماشي معناتها ممكن يحكم بلديه، ممكن يكون عضو. نعم. يتمرس يعني. يدي تجربه، يدي خبره. لذلك فانا نقول الشباب في اغلبيه الاحيان الشباب ما يحبوش يكونوا رؤساء بلديات، يحبوا يكونوا اعضاء باش يتمرسوا باش يديروا تكون عندهم تجربه. ولكن بعمر الوقت نظن مع الانتخابات المقبله لما الانسان يتمرس تكون عنده طموح باش يكون رئيس البلديه. سيدي الكريم سنعود اليك نتفصل في كل المواضيع القانونيه دائما وكذا على ذلك، لانه التغطيه المباشره كذلك من الميدان مهم، لأنه عندنا 58 ولاية، سنحاول أن نضمن أكبر تغطية وأكثر تغطية من خلال شبكة مراسلينا وكذلك مبعوثنا. ينضم إلي في هذه الفترة التي أنشطها زميلي خالد دوبا من الولاية التاريخية تيهرت. تيهرت صباح الخير سي خالد. أهلا، مساء الخير أخي وزميلي. صباح الخير خالد دوبا. ربما نحن في الساعات الأولى فقط منذ بداية العملية الانتخابية التي انطلقت في تمام الساعة 8 صباحا ونحن نشارف 9:25. سيدي الكريم، كيف كانت الظروف الأولى في بداية افتتاح المراكز والمكاتب على مستوى ولاية تيارت؟ دعنا في الصورة. نعم، المكاتب على منذ بداية الثامنة تم فتح مركز الانتخاب كوافد المواطنين على مكاتب الاقتراع. يعني الاقتراع هي تجرى بمزايا حسنة، يعني بدون مناوشات بدون أي مشاكل، يعني الأوضاع تسير على ما يرام. أستاذ خالد دوبا، بالنسبة لهذه الانتخابات تجري للمرة الثانية في ظرف صحي متميز، هي وباء كورونا عفاكم الله، نتمنى أنه هذا الوباء يروح علينا في أقرب وقت، ولكن ما هي الظروف والبروتوكول الصحي هل تم احترامه؟ كيف تجري الأمور هناك؟ تجري الأمور يعني وفق البروتوكول الصحي المأمول به، يعني الإزراعة التامة، يعني توفير كم يعني دخول بكمامات ووسائل الوقاية، يعني بروتوكول صحي يعني مأمول به، يعني يجرى في هذه اللحظات. ربما هل لديك بعض الأرقام بخصوص الناخبين هناك في ولاية تيارت؟ يعني منذ الصباح يعني الناخبين يعني في توافد يعني مستمر، يعني مازال يعني التوافد يعني مازال الناس مازال. سيد خالد دوبا، اقصد يعني الهيئه الناخبه في ولايه تيارت، ربما تفصلنا بشيء من التفصيل في الولايه، عدد الناخبين المرشحين،
عدا القوائم المرشحة، هكذا أرقام. تفضل. على حسب يعني عدد المرشحين، يعني ربما فوق 2000 ربما هكا. يعني معلومات يعني مازال ما يعني ما التقيتهاش يعني موصل، لكن المشاركين يعني عدد الاحزاب المشاركه يعني فوق ربما 15 حزب. بالنسبه لمراقبي القوائم المرشحه هناك، سواء كانوا احزاب ام احرار، هل هم متواجدون داخل مكاتب ومراكز الانتخاب؟ يعني بعض الاحزاب لديهم مراقبين، يعني حسب الرزنامه اللي اعطتها السلطه المستقله للاحزاب، يعني ليس كاع كامل المراكز الانتخاب فيها مراقبين، وانما يعني بالتساوي يعني هكا. وصلت الفكره. استاذ خالد دوبا، في سؤال اخير، تعرف انه الانتخابات هذه مزدوجه، انتخابات بلديه وولائيه، بالنسبه لترتيب وتنظيم المعمول به، هل بالنسبه للقوائم التي نلاحظ على هذه الصور وهي من مختلف ولايات الوطن وهي بالضبط ولايه تيارت، هذه الصوره التي تاتينا الان، هل المكتب تاع الانتخاب يتواجد فيه البلدي والولائي، او انه الولائي عنده مكتب والبلدي عنده مكتب اخر؟ كيف ما سمعتكش يعني. بالنسبه لترتيب او عمليه تنظيم الاقتراع، هل في نفس المكتب موجود انتخابات البلديه والولائيه، او انه كل مكتب عنده اختصاص نتاعو، يعني مكتب فيه بلدي ومكتب فيه ولائي؟ لا 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 لا، نفس يعني نفس الإزراعة المئوية، يعني كل ما يعني كل مكتب موجود فيه يعني موجود فيه يعني مجلس بلدي ومجلس ولائي. إذن سنعود إليك سيدي الكريم في بقية هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء كما تشاهدون على الصور مباشرة من الجزائر العاصمة، أين يؤدي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة واجبه الانتخابي. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من الجزائر العاصمة من إحدى المكاتب، أين تظهر توقيع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة وهو يبصم على أدائه الانتخابي في القائمة، أين مسجل في هذه الانتخابات لأداء بصوته. إذن كما تشاهدون هذه الصور لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة وهو في هذه الأثناء يقوم بواجبه الانتخابي ويوقع على سجل الناخبين، أين هو مسجل في هذه القائمة الانتخابية بعد أن وضع الأصبع من خلال البصم على السجل، ها هو الآن يوقع كبقية المواطنين يدلي بصوته في هذه العملية الانتخابية التي هي مزدوجة، انتخابات بلدية وولائية. إذن مشاهدينا الكرام، نعيد التذكير بأن هذه الصور تأتينا مباشرة من المصدر وهي تظهر عملية أداء الواجب الانتخابي لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة بعد أن أخذ بطاقة الناخب، ها هو الآن يغادر مكتب الانتخاب بعد أن أدلى بصوته، وسنضمن لكم تغطية مباشرة لكل تفاصيل العملية الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بكبار الدولة وهم يؤدون واجبهم الانتخابي. نحن في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام معكم من قناة البلاد نضمن هذه التغطية المباشرة، سنوافيكم في قادم ساعات، كذلك سنرصد عملية أداء الانتخابي بالنسبة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهو يدلي بهذه أدائه الصوت الانتخابي في أحد مراكز الانتخاب هنا في العاصمة، سنعود للأمر متى توفرت الصور لذلك. كنا منذ قليل مع مراسلنا من تيارت، سنوافيكم ببقية التفاصيل من مختلف الولايات أين يتواجد هناك زملائنا مراسلون للأداء أو للإدلاء بكل تفاصيل هذه العملية الانتخابية، وهنا من البلاطو من العاصمة كذلك نضمن هذه التغطية من خلال الحوار المباشر وكذلك التفسيرات والشروحات الدستورية الخاصة بهذه العملية الانتخابية التي تكتسي أهمية بالغة كما كان يتحدث ضيفي هنا في البلاطو الدكتور سعيد أصيف. عد إليك سيدي الكريم، سألتك قبل ليس الفاصل وإنما قبل هذه الظروف التي يضمنها النقل المباشر، لذلك نلتزم بكل ما هو خارج الأستوديو وكذلك داخل الأستوديو، سألتك عن دور الشباب لأنه 40% أو 54% أقل من 40 سنة، تخوف مبدئي مشروع، قلت لك بأنه ربما سيؤثر على أداء العملية السياسية والعملية التسييرية، ما رأيك؟
قلت انا سبق واجبت قلت هذا لا يؤثر لانه لابد نعطي الفرصه للشباب انه يحتكوا انهم يشاركوا ايضا في تسيير الشان العمومي والناس اللي عندهم خبره من جابوها اعطيت لهم الفرصه ثم تمرسوا فاصبحوا ذوي الخبره. اذا الشباب الان تذكرني بنفس الانسان اللي يجي يعمل قولوا له جيب لنا بالخدمة وبالتالي اعطوا له فرصه الان من خلال قانون انتخابات العضو انتخابات الان هو يترشح. نقول انه سبق قلت انه طموحات الشباب انه أم يشاركوا في تسيير شؤون المحلي وبالتالي نظن أنه لما يكونوا أعضاء في المجلس الشعبي البلدي سوف يحتكوا ممكن يكون في لجنة شؤون ثقافية اللي عنده ميول ثقافية اللي عنده ميول رياضية يكون في الرياضة وهو ما جرى وبالتالي عن طريق احتكاكه بالناس ذوي الخبرة بالناس لأنه القائمة راه يتنوع ما هو فيش غير الشباب في أصلا الناس اللي لو تلاحظ القوائم تلقى الناس عندهم تجربة عندهم وكانوا داروا عهودات أيضا في بعض القوائم وبالتالي يحتكوا بهم وبالتالي يكون عندهم تجربة في المستقبل. سعيد وصيف دعني فقط حتى نضمن التغطية المباشرة للمشاهدين الكرام نعلق على هذه الصور التي تأتينا ويضمن لها كذلك زملائنا في الميدان وكذلك الفريق التقني وكذلك الصحفي المجند منذ صبيحة اليوم بداية من رؤساء التحرير إلى كل الأقسام وكل الصحفيين. هذه الصور من غرب الجزائري من سيدي بلعباس أين تظهر عملية أداء الأصوات العملية الانتخابية حيث تجري كما نشاهد. هذه الصور تأتينا من المصدر من ولاية سيدي بلعباس هذه المنطقة الغالية على قلوب الجزائريين في الغرب الجزائري تظهر شيوخ وكذلك شباب وكهول لأداء بهذه أو أصواتهم في العملية الانتخابية. ربما هذه الصورة تأتينا من ولاية هذه الصورة من ولاية جيجل من الولاية الشرقية كذلك تظهر هذه الصور أداء المواطنين لأصواتهم صوتهم الانتخابي مباشرة. هذه الصورة كذلك ربما من ولاية سطيف كما تظهر العلامة المسجلة عند مدخل المكتب أين تظهر الصورة هذا الشيخ وهو يدخل لأداء صوته الانتخابي. كما تشاهدون الأوراق الزرقاء هي للمجلس الشعبي الولائي والأوراق البيضاء هي لانتخابات المجالس الشعبية البلدية. إذن هذا المواطن هذا الناخب يأخذ أوراق قبل أن يدخل إلى العازل لأنه ربما نتحدث عن عملية أداء الانتخاب بالنسبة للقانون العضوي الذي يضمن ذلك. فالناخب عليه أن يتقدم إلى أمام المكتب إلى رئيس المكتب يظهر بطاقة الناخب وكذلك بطاقة التعريف الوطني للتأكد أنه مسجل في عملية الجرد أو السجل الخاص. كما تشاهدون هذا هو السجل الخاص بالناخبين أين يسجل عدد الذين سينتخبون في هذا المكتب. بعد ذلك يأخذ الأوراق التي هي كما تشاهدون أوراق بيضاء بالنسبة للانتخابات البلدية. في المقابل هناك صف آخر هو الانتخابات الولائية يأخذ الناخب الأوراق سواء البيضاء أو الزرقاء ثم يذهب إلى العازل يختار الشخص الذي يراه مناسبا لأنه يمثل في الانتخابات البلدية أو الولائية. وسنفصل في المادة 169 وهي المادة التي تتحدث على أنه الانتخاب في هذه المرة يكون وفق القائمة المفتوحة النسبية وبتصويت يقول الدستور هكذا صراحة أو القانون العضوي بتصويت تفضيلي دون مزج. سنتحدث مع ضيفي عن هذه العبارات القانونية التي أوردها المشرع لماذا تفضيلي لماذا دون مزج ما معنى دون مزج. إذن نترككم مع هذه الصور كذلك من وهران. إذن في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام دائما نضمن التغطية المباشرة لكل كبار رجال الدولة وهم يؤدون واجبا انتخابي. الرئيس أو رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة يدلي بصوته الانتخابي كما تتابعون. إذن هذه الصور نتمنى أن تكبر الصورة حتى نرى الصور بشكل واضح. إذن الصورة واضحة شكرا لزميلي المخرج. إذن هنا في هذه الأثناء صالح قجيل رئيس مجلس الأمة يؤدي واجبه الانتخابي على غرار بقية المواطنين بعد أن وضع ورقة الانتخاب في صندوق هو يوقع كذلك على سجل الخاص بالناخبين. إذن نحن نضمن لكم هذه التغطية المباشرة. الصورة تأتينا من المصدر أين يؤدي رئيس مجلس الأمة واجبه الانتخابي وهو مسجل في إحدى قوائم العاصمة لأدلاء بصوته سواء بتعلق الأمر بالانتخابات البلدية وكذلك الانتخاب على مستوى الولائي كما تشاهدون وتلاحظون على الهواء مباشرة. في هذه الأثناء السيد صالح قجيل يأخذ أوراق المجالس الشعبية الولائية التي هنا في العاصمة ثم يدخل إلى العازل يختار القائمة المناسبة القائمة التي يراها يصوت عليها. ثم هناك طريقة أخرى للتصويت ضمن القائمة الواحدة هي قائمة مفتوحة يختار شخص أو شخصين
أو بإمكان المواطن أو الناخب وضع الورقة كاملة التصويت، وبالتالي يعتبر كل من هو مترشح ضمن تلك القائمة فائز بصوت، يحسب له صوت مع بقية الأصوات. وإذا كان الناخب ربما يختار شخص واحد تعطى أو يعطى الصوت فقط لذلك الشخص المختار. نحن على الهواء مباشرة نتابع مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وهو يؤدي واجبه الانتخابي بعد أن أدى ولاحظنا وشاهدنا في الصور أداء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ دقائق لواجبه الانتخابي، ونحن معكم على الهواء مباشرة منذ 7:30 صباحا إلى غاية اختتام العملية الانتخابية والسهرة الانتخابية التي سنضمنها منتصف ليلة اليوم. إذا نعود إلى ضيفي في البلاطو سيدي الكريم، دائما في التفاصيل لأنك تكلمت لي على ربما السن ولكن فيه رقم كذلك، لما نتكلم على 13% فقط من نساء الذين تقدموا وترشحوا الانتخابات البلدية على غرار 87 بالنسبة للرجال، كيف تقرأ هذا الرقم؟ أول نقرأ هذا الرقم أنه رقم ضئيل بالمقارنة مع الرقم اللي أعطيته للشباب، ولكن عنده مبررات. أنت تعلم أنه صحيح لما قلنا أنه شروط الترشح هو أنه تكون في قانون الانتخابات الجديد هو أنه يكون نصفها نساء، ولكن في هذه الانتخابات هناك أحكام استثنائية أنه يمكن في هذه الانتخابات المحلية القوائم التي لم تستطع تحقيق شرط المناصفة هو إعفاؤها من هذا الشرط، وبالتالي أغلبية القوائم ربما لم تستطع تحقيق هذا الشرط المناصفة. أستاذ سعيد وصيف تعرف أنت مولد تعرف العملية تاع المباشر، ربما حتى ما نخليش الناس ينتظروا أنت معنا في هذه الساعتين. تنضم إلينا في هذه اللحظة الأستاذة لطيفة ديب وهي كذلك ناشطة سياسية قانونية وحقوقية. صباح الخير سيداتي الكريمة. صباح النور سيدي الفاضل. قبل أن نبدأ العملية الحوارية العملية الانتخابية، هل أدت الأستاذة واجبها الانتخابي؟ ليس بعد، سأنتقل بعد هذه المكالمة إن شاء الله إلى مركز الانتخاب لتأدية الواجب الوطني. شكرا لك أستاذة لطيفة ديب. نتحدث إذن قانونا في هذا الموضوع بالنسبة لهذه الانتخابات البلدية والولائية المزدوجة، ربما لو تشرح لنا أستاذة الكريمة ماذا يقصد في المادة 169 أنه في حديث عن تصويت تفضيلي دون مزج، ما معنى دون مزج؟ قبل هذا نشكركم على الاستضافة ونحييك ونحيي الدكتور قانون الدستوري اللي حاضر معك في البلاطو. المادة هذه تتكلم على الاقتراع، على النوع الجديد من نمط الاقتراع والذي جاء به القانون العضوي المنظم للانتخابات، يعني انطلاق أو تغيير راديكالي في نمط الانتخاب، والذي ينتقل من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، يعني يكون هناك ما يكونش رأس القائمة هو كما كان في نمط الاقتراع القديم هو مفضل وهو الذي سيتحصل على بالتأكيد يتحصل على المنصب، ولكن هنا يكون الاقتراع على حسب عدد الأصوات المصوت بها لكل شخص في القائمة، والذي تحصل على الصوت الأعلى هو الذي ينال المنصب. أستاذة بالنسبة لهذه المادة 169 القائمة المفتوحة، خلينا نتكلم على هل هو مغري للناخبين أو الذين سيؤدون واجب الانتخابي، يعني يقول أنه نستطيع نخير واحد نروح ننتخب بخلاف ما كان معموع به أنه لابد تحط القائمة فيها وعليها، ما رأيك؟ أكيد هذا النوع الجديد هو نقلة ونوعية في نمط الاقتراع، حيث تكون هناك ارتياحية من طرف المنتخب أو الناخب، يعني لا وجود للمال الفاسد ولا وجود لشراء الذمم ولا وجود لشراء المنصب قبل الانتخاب، يعني الناخب لما يذهب لتقديم صوته حيقدم صوته للإنسان اللي اختاره
مباشرة بدون شراء ذمم، بدون عملية مسبقة، نقول عملية مسبقة للنتائج كما كان معمول به في السابق. هذا قانون يرتاح له الناخب والمنتخب، وهو قانون يشجع على الانتخاب وعلى الإدلاء بالأصوات بارتياحية وبقناعة. بالنسبة لهذه الانتخابات البلدية والولائية، كما كان ضيفي هنا في البلاطو يقول أنها ربما كما قلت أنت كذلك هي نقلة جديدة في العملية الانتخابية، ربما بشكل عام ما هو هذا الدور؟ يعني هل اليوم الكرة في مرمى هؤلاء المنتخبين اللي رايحين إن شاء الله بعد تقريب 48 ساعة نعرفوا الملامح الأولى للتشكيلات سواء حرة أو حزبية، يعني هل استفينا كل شروط العملية الانتخابية وضعنا كل الميكانيزمات، تكلم عن المشرع حقيقة سواء في الدستور أو في القانون العضوي الانتخابي، هل اليوم ما عندناش مبرر نقولوا أن الانتخابات هذه فيها وعليها ربما يطعن فيها؟ اليوم بالنسبة كل الأمور استفد. تفضل قبل ما تواصل معنا زميلتي أو ضيفتي في الأستاذة لطيفة، خلينا نشوف هذه الصور المباشرة أين ينضم إلينا عبر هذه الصور، نتابع عملية إدلاء بعد قليل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن كذلك لوجبه الانتخابي. نحن نضمن لكم مشاهدينا الكرام هذه التغطية سواء تعلق الأمر بالناخبين المواطنين وكذلك كبار رجال الدولة الذين يؤدون واجبهم الانتخابي، سنحاول أن نضمن كل هذه الصور من المصدر وهذه الصور الأربعة التي تشاهدون على الشاشة. شكرا للزميل المخرج والفريق العمل معي في هذا الصباح، هي لمختلف ولايات الوطن، على اليمين سطيف، على اليسار برج بوعريج، الوادي وسيدي بلعباس. متى وصلت الصورة الخاصة بوزير الأول سنعرضها عليكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن نضمن هذه التغطية. ربما ما زالت معي ضيفتي عبر الهاتف لطيفة. نعم. ديب، هل أنت معي؟ نعم أخي. إذن وصلي في السؤال، يعني في الإجابة حول السؤال، هل اليوم استوفينا كل الشروط القانونية السياسية للحصول على انتخابات ربما تؤدي ما هو مطلوب عليها أمام تعهد هؤلاء المنتخبين والمترشحين أمام الناخبين، يعني ما بقاش هناك مبرر آخر؟ تفضلي. نعم سيدي، كما يعلم الجميع أن هذه المحطة هي المحطة الأخيرة التابعة للإصلاحات المؤسساتية التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي انتخابات جد مهمة باعتبارها أن هي خلية الأساسية أو النواة للتنمية المستدامة، يعني أن خاصة الانتخابات المحلية البلدية باعتبارها الوسيط الوحيد بين المواطن وطموحاته وأحلامه وتطلعاته، فهي الخلية التي يجب الاعتماد عليها من أجل التنمية في جميع القطاعات كما ذكر الدكتور الفاضل، سواء القطاع الاقتصادي المهم جدا والذي ينشد إليه رئيس الجمهورية، والقطاع الصحي، قطاع الثقافي، قطاع الرياضي، كما أن الإقبال الكبير للشباب في هذه المحطة الانتخابية يعتبر حافز ويعتبر بشرة خير لمستقبل إن شاء الله نقول عليه مستقبل مزدهر. تكلمت مع الدكتور على الشباب، نقطة مهمة على الشباب الذي أقره نظام الانتخابات وذوي الكفاءات على الخبرة. الخبرة تكون هنا، لا ننسى. إذن عذرا على المقاطعة أستاذة لطيفة ديب، مباشرة إلى انتخاب وزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في هذه الصور التي تأتينا مباشرة. إذن نضمن هذه الصورة من المصدر، في هذه الأثناء يؤدي الوزير الأول وزير المالية لواجبه الانتخابي هنا في العاصمة. إذن نتابع هذه الصور المباشرة، سنعود إلى ذلك. أستاذة لطيفة قبل ما تغادرنا، سؤال أخير ربما استعير من الأستاذ سعيد الوصيف سيجيب عنه لاحقا، ولكن سأعطيك الفرصة في هذا التمييز المنطقي وهو بين المرأة والرجل. سيدة الكريمة، 13% فقط من النساء اليوم الترشيحات في المجالس الشعبية البلدية، كيف تقرأين هذا الرقم وأنت امرأة؟
قبل كل شيء. أكيد سيدي الفاضل، هذا العملية السياسية والانتخابية أقرها الدستور، وهو تعزيز المرأة وتعزيز المرأة في الحياة السياسية، مكانتها في الحياة السياسية. هذه النسبة الضئيلة أظن أنها تعود إلى بعض إلى ثقافة المجتمع الجزائري بالدرجة الأولى في بعض المناطق المعينة، أين تعزل المرأة ولو حتى أنها يراد من خلال مشاركتها تمثيل المرأة الجزائرية. إذن سيدة الكريمة عذرا المقاطعة، نذهب مباشرة، ربما نبقى معك أستاذة لطيفة، وصلي في هذا التميز المنطقي والشرعي بين النساء والرجال. يعني قلت لك سيدي هذا يعود إلى بعض الذهنيات وبعض الثقافة من الثقافة الجزائرية. المرأة لم يعد لها كما كان في القانون انتخابات السابق كوتا، لها الأحقية في مناصفة القائمة، إلا مالغري يوجد هناك بعض الاستثناءات التي. إذن عذر على المقاطعة، نعود نعم. مباشرة إلى الوزير الأول في هذا التصريح بعد أداء واجب انتخابي، متابع. كجزائريين كمواطنين، ونتمنى إن شاء الله أن تكون تفرز هذه الانتخابات عن اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف يتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا، حتى نخرج من بؤرة التسيير الغير عقلاني الذي المحلية في ما سبق. وطبعا هذا يتوقف، هذا الفارق يتوقف على اختيار الكادر البشري الذي سوف يحدث هذه الطفرة التي نتمنها جميعا. فهنيئا للجزائر، وأدعو جميع مواطنينا للتوجه بكثافة إلى صناديق الانتخاب حتى نتمكن من تحقيق الهدف المنشود من هكذا انتخابات. شكرا لكم، وفقكم الله جميعا. شكرا. إذا تابعنا هذا التصريح لوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن باعتباره أول انتخاب بالنسبة له كوزير أول بعد تعيين الحكومة الجديدة، أعطى هذا التصريح الخاص بالانتخابات المحلية، قال بأنه هذا ربما يأتي استحقاق أو اختيار في هذا الاستحقاق للإطارات والأشخاص المناسبين لتسيير الجماعات المحلية، وكذلك قال حتى نخرج من بؤرة أو من بؤرة التسيير غير العقلاني للمحليات وكذلك لهذه المجالس. سنعود بالتفصيل لكل هذه المواضيع في فقراتنا المتواصلة ومحطاتنا. إذا نشكر ضيفتي عبر الهاتف الأستاذة لطيفة ديب التي كانت تتحدث معي حول هذه الانتخابات. شكرا لك أستاذة، نتمنى لك إذن يوم طيب وموفق، وتذهبين نترك إلى تذهبين إلى أداء صوتك الانتخابي. شكرا جزيلا لك أستاذ، ولكن ربما نكونوش قاسيين على نتكلموا بشكل منطقي بشكل قانوني. 13% قالت هي بالنسبة ربما لثقافة المواطن الجزائري أنه ربما يحب يفضل أنه يصوت على الرجال. بالنسبة لك قراءة ليس سياسية وإنما قراءة قانونية، 13% كيف تقراها؟ تفضل. اولا مساله اولى ان 13% نتكلموا على الترشيحات، ما راناش نتكلموا على النتائج او المراسم. بمعنى اننا انا ب 13% ما تفاجئنيش. لماذا؟ لانه لو طبقنا النص القانون انتخابات نصا صريحا راح تكون نصف الترشيحات هما للنساء، معناتها راح نجد انه نصف الترشيحات هي الرجال ونصف الترشيحات هي النساء، وبالتالي حاب يقول 50% 50%. ولكن 13% مين جات؟ هو انه في القانون انتخابات الاحكام الانتقاليه تاع هذا القانون الانتخابات قالت تستثنى انه في هذه الانتخابات المحليه اذا بعض الاحزاب او القوائم لم تستطع تحقيق شرط المناصفة في المناطق الداخليه انها تقدم طالب الى السلطه الوطنيه المستوى وتوافق عليه. لذلك اغلبيه القوائم ما فيهاش شرط المناصفة، لذلك 13% انا نظن انه خاصه في البلديات التي عدد سكانها اكثر من 20,000 نسمة. وبالتالي انظن انه عدم تطبيق الصارم لهذا النص الماده تاع المناصفة هو اللي ادى الى 13%، زائد
الى الخصوصيات المناطق اللي تكلمت عليها، بمعنى حتى ولو استثنينا هذا الشرط والناس حبت تدخل نساء في بعض المناطق نظرا الخصوصيات لبعض المناطق من الصعب انك تجد نساء يترشحنا، ولكن انا بالنسبه لهذا الرقم عنده تفسير منطقي، هو اننا لم نطبق حرفيا المراصفه في القانون الانتخابي، ولكن بناء على نص القانون، لانه القانون هو اللي قالنا استثناء في هذه الانتخابات، لكن الانتخابات المقبله ان شاء الله سواء التشريعيه والمحليه سوف لابد يكون نصف الترشيحات هي للنساء. نتكلم ابقى مع 13%، مشوش باللي ربما اللي راح يفوزنا بالمناصب يكون عندها نوعيه، يعني مش كيقبل كانت عندها شغل محابات كان القانون يحابيها بخصوص 30% اللي كانت مفروضه. اليوم تشوش باللي انه كما قالت الاستاذه لطيفه ديب ثقافه الرجل الثقافه الذكوريه في المجتمعات العربيه ليس في الجزائر فقط، ربما هي اليوم رانا تخلي عندنا نساء عندهم كفاءه، مش اي مراه، يعني هذه المراه اللي تدي منصب في مسعد في الجلفه في القل في سكيكدا ولا في حما بوزيان في قسنطينه، يعني تدي هذا المنصب بالنسبه لها بجداره وبكفاءه مش كيقبل شغل محابات، واش رايك؟ صحيح، هي الاستاذه الكريمه اشارت الى نقطه مهمه، قالت ان النظام الانتخابي السابق كان مبني على الكوتا، وبالتالي وكان المراه كانت تحصل على المقاعد بتحصيل حاصل معناتها 30% الى اخره، ولكن الان اصبحت الان مثلها مثل الرجل، عليها ان تدخل، صحيح اعطينا لها منصفه في الترشيحات، ولكن عليها ان تدير حمله انتخابيه وتقنع الناس باش يعطوا لها مقعد، وبالتالي 13% هذه انا نقول لك هي الزبده، ما دام استطعنا نجيب 13% معناتها راهي كفاءات نسائيه هي اللي تواجدنا في القوائم الانتخابيه، وبالتالي على الرغم من اني انا نقول ممكن حصولها يكون اقل من 13%، حصولها على المقاعد 13% نتيجه الاسباب اللي قلتها استاذ الكريم وقالت الاستاذ، نتيجه الذكوريه ونتيجه النظره. انا سالت ما قلت والو استاذ. لا في تعليقك على الاستاذ طرحت لي السؤال على اساس انه قالت مجتمع ذكوري ونظره، نقول لك صحيح، ولكن بين 13% سوف تفتك لنا النساء مقاعد في المجالس البلديه، وسوف نجد نساء في المجالس الشعبيه البلديه والمجالس الشعبيه الولائيه. دائما تقول لي تعجبك عباره لم تشفع نهامي، ما زالت في نفس النقطه 169 لم تشبع نهامي الاجابه، تفضيلي دون مزج. صحيح، ما فرق بين الكلمتين يعني؟ صحيح. يقول ماده 169 القائمه المفتوحه بتصويت تفضيلي دون مزج، اشرح. صحيح، الاستاذه كريمه فسرت تفسير ان انتقلنا من نظام القائمه المغلقه واعطتنا اسبابه، والان انا في ظل القائمه المفتوحه مع التصويت تفضيلي دون مزج، بمعنى ان الان المواطن عدنا الاعتبار لصوت الناخب، الناخب الان لما ياخذ ورقه التصويت عنده عده مترشحين، الان يختار او يفضل من يشاء داخل القائمه، بمعنى انه يختار واحد، يختار اثنين، يختار ثلاثه، كما اشارت الاستاذه انه في حيل انه على عكس النظام السابق لكن كان يختار القائمه برمتها، بمعنى دون مزج دون مزج معناتها انه ما يختارش مترشحين من قائمه وقائمه اخرى، بمعنى ما يديرناش قائمه اخرى، قال مثلا عنده قائمه الف وقائمه باء، مثلا يجيب لنا زوج من قائمه الف وزوج من قائمه باء، اذا هذا النمط الانتخابي مرفوض، اذا له بد ان يختار، صحيح ياخذ القائمه ويختار داخل القائمه، معناتها صوته تفضيليا داخل القائمه، ولكن لا يمزج لنا بين القوائم الاخرى، ما يديرناش قائمه جديده من راسه بين الف وبين باء وبين قائمه جيم. كاين استاذ كاين الفقه الديني، يعني واحد يسال الحكم كذا هل يجوز او لا يجوز تبطل الصلاه لا تبطل صحيح. مستحب مكروه راح نسالك انا بطريقه الفقه صحيح. الدستوري صحيح. لانه كاين هذه العباره الفقه الدستوري صحيح. موجود كاين اساسات الفقه الدستوري دوك نعطيك بعض الاسئله وجاوبني يجوز او لا يجوز. انا ناخب تقدمت الى مركز انتخاب الى مكتب انتخاب خديت الورقه والناس تشوف رفعت الورقه تاعي سواء بلدي او ولائي رفعت هكذا الورقه هذه فيها سعيد اوصيف ونروح مباشره نحطها في صندوق هل يجوز او لا دستوريا؟ كيف يعني هل يعني يقبل هذا؟ انا نرفض الورقه الناس كامل تشوف فيها قاعد تشوف فيها نهز الورقه انا ونروح مباشره واحده فقط ونخلي الخمسه لا. ما رايك؟ القانون يقول انه الناخب لما يدخل الى مكتب التصويت يرفض كل القوائم الموجوده وتحت رقابه رئيس المكتب، لابد رئيس المكتب ينبهه انه ملزم على حمل كل الاوراق التصويت، ونحن لاحظنا الان في الفي تي ار انه لما اعطيتنا صور مواطنين رفضوا كل القوائم وحتى المسؤولين رفضوا كل القوائم، بالتالي يتساوي الجميع انه كله هذا اسمه التصويت السري والتساوي والتساوي بين المواطنين، بمعنى انه يرفض كل القوائم ويذهب الى العازل ويدير ما يشاء، اذا لما تدخل العازل انت افعل ما تشاء، انت راك تما راهي السريه نفس الشيء اللي يقال على البلديه يقال على يعني لما نرفض الورقه والناس تفرج ونروح مباشره ارتكبت مخالفه مخالفه نعم
لان هذا تاثير وكانك نوع من الاستفزاز الانتخابي. ربما يكون البعض متواجدين يتخبوا على قائمه اخرى وربما تستفزهم ودخلوا في المناوشات نحن في غنائنا. وبالتالي رئيس المكتب هو المسؤول على ضبط سير العمل الانتخابي داخل المكتب، هو اللي يوجه يقول الناخب يا ناخب انت ملزم برفع او اخذ كل القوائم موجوده على مكتب التصويت. سؤال ثاني، انا ناخب دخلت مكتب الاقتراع رفعت 5 قوائم والظرف، لانه راح يعطيني رئيس المكتب غير الظرف واحد، حطيت 5 قوائم في الظرف وحطيتها في صندوق. اولا هذا من حقه يديرها، مانيش الصندوق، يعني في العزل في العاده يحق الانسان يتخذ بالشكل الذي يراه، ولكن خمسة. ولكن ملغات بالنسبه الى ملغات، ولكن رئيس المكتب ما يقولوش راهي ملغات، رئيس المكتب يسمح له يفتح له صندوق يوضع الظرف اللي فيه، ولكن اثناء عمليه الفرز اللي يقوم بها مكتب التصويت بعد نهايه العمليه الانتخابيه هو لا تعتبر هذه ورقه ملغات. اعطيت هزيت الورقه رفعت الورقه انا نتاعي تاع ورقه واحده رميت الربعة ولا الخمسة ولا الستة على حسب عدد القائمة وشطبت على كل الناخبين فيها 19 مترشح كاع أعطيتهم قدامهم علامة إكس أو علامة ضرب أو في، ما رأيك؟ شوف لو نرجع إلى المادة 170، المادة 170 تقول بأنه من حقه هذا الناخب أن يختار مرشح من القائمة أو عدة مرشحين. سنعود إلى الإجابة على أسئلة الفقهية الدستورية وليس الفقهية الدينية. إذن في هذه الأثناء نتابع مباشرة تصريح رمطان العمامرة بعد أداء صوته الانتخابي هنا في بعض مراكز العاصمة، نتابع. أهمية المجالس الشعبية والولائية بطبيعة الحال كبيرة، وهذا الحدث بالذات يعتبر استكمال لبناء دولة المؤسسات وصرح المؤسسات المنتخبة، وبهذا يكون صرح المؤسسات الديمقراطية المنتخبة قد استكمل على أن يتوج بطبيعة الحال بتشكيل المنطقة المجلس الأمة قريبا إن شاء الله. وبالنسبة لهذا اليوم الذي وصفته أنه يوم كبير في تاريخنا المعاصر، أتمنى أن تكون المستوى المشاركة كبيرة، لأن المجالس الشعبية البلدية والولائية مهتمة مباشرة بحياة المواطنين وتسهر على الاستجابة لحاجيات المواطنين في شتى المجالات. فربنا يوفقنا جميعا، يوفق كل الشعب الجزائري. طبعا المجالس الشعبية البلدية بالذات ترمز مباشرة إلى اللامركزية وإلى إشراك الشعب والمواطنين في تسيير أمورهم اليومية، وكذلك في المساهمة بطبيعة الحال في تحقيق البرامج الوطنية ذات النتائج المباشرة على حياة المواطنين في كل المجالات. فمثلما أسلفت هذا يوم مهم جدا في تاريخنا المؤسساتي وفي حياتنا السياسية. إذن تابعنا هذا تصريح لوزير الخارجية رمطان العمامرة بعد أداء صوته الانتخابي. عندي سؤال ولكن ربما المخرج يقول لي فيه صور أخرى بالنسبة لوزير العمل، إذا نتابع تصريح وزير العمل. هو أولا هو المرحلة الأخرى من هذا المسار الانتخابي اللي هو راح يكرس بصفة نهائية وبقوة الديمقراطية ولا سيما الديمقراطية الشاركية على مستوى الجزائر. إذا نجد سعيد أن أشارك في هذا اليوم، ويوم سعيد إن شاء الله بدون شك راح يكون فيه مشاركة يعني قوية على مستوى كل التراب الوطني ومستوى الجزائر حيث هذه البلدية اللي اقتنوا فيها. إذن حظ سعيد لكل المترشحين. إذن تابعنا هذا التصريح لوزير العمل بعد أداء صوته الانتخابي والذي ضمنه لنا مراسلون ومبعوثون من قناة البلاد إلى المركز. نذكر بالأسماء التالية وهم جنود الميدان، اسماء نايلي والمصور محمد عباس مدرسة عروة بوشاوي، في انتظار أن يؤدي هناك رئيس الجمهورية واجبه الانتخابي. سنضمن إن شاء الله التغطية المباشرة. عبد الله نادور والمصور بلال زرقان في بير خادم، تابعنا معه الوزير الأول. مختار جليل مدرسة حديقة الحرية، تابعنا معه أداء تصويت لصالح جوجيل. مهدي حمر في معهد باستور. علاء مديني في مدرسة الابتدائي حي العدل، أين ينضم هناك وزير الاتصال للأداء بواجبه الانتخابي. زينب تامري في ثانوية خميستي، وكذلك أين يؤدي بعض رؤساء الأحزاب السياسية واجبهم الانتخابي، وكذلك بعض الآخرين الصحفيين المتواجدين
كل المراكز الانتخابية التي نحاول ضمان التغطية المباشرة. سأعود إلى ضيفي في البلاطو إلى التفاصيل الدستورية. قبل أن نواصل جاءني يعني في خالدي سؤال، ورئيس أو وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة، وتعرف ظروف اليوم الجيوسياسية والإقليمية التي تشهدها الجزائر وكذلك دول الجوار، سنتحدث عن هذا الجانب، ولكن أستقي من ذلك من هذا المشهد سؤال. عادة في الانتخابات السابقة في الفترات الماضية كان الملاحظون السياسيون نتاع كل الدول، نجيبوا من الجامعة العربية، من الاتحاد الإفريقي، نجيبوا من حتى من الكاف، من الفاف. اليوم أمام ملاحظين يعني ما كانش هذا الظاهرة، كيف تقرأ هذا السلوك السياسي الجديد؟ والله نقرأ بلي أنه فيه تحسن لعمل الانتخاب في الجزائر، وفيه شفافية، وفيه سلطة وطنية مستقلة لضمان ذات عمل انتخابية، وبالتالي أصبح الآن ما نش محتاجين إلى ملاحظين دوليين، لأن نستطيع أن نقوم بانتخابات جزائرية بإطارات جزائية وفي شفافية وفي تنظيم محكم. وبالتالي هذه الانتخابات اللي فاتت مع الانتخابات التشريعية، الانتخابات التشريعية وانتخابات على استفتاء الدستور، أعطت إشارات ومؤشرات للدول الأخرى أنه الجزائر ماشية في إطار انتخابات نزيهة وشفافة وإنشاء مؤسسات جديدة. قبل برك أن نصلح يعني الزلة، نقصدش الفاف حتى ما يلومش علينا عمارة، نقصد الفيفا. صحيح. إذن سيد الكريم نمشي إلى العملية. قلت لي بلي سألتك سؤال أنه لما نأخذ الورقة ندير الكوشي في 19/1 كان، هل هذا مقبول؟ صحيح. شوف انا اعطيت نص الماده 170 من قانون العضويه والانتخابات انه يقول انه انسان ينتخب داخل القائمه واحد او اثنين في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها، وبالتالي ان هذا هو نص القانون 170. وبالتالي يستطيع انسان انه ينتخب واحد او اثنين ولكن في حدود عدد القائم، عدد المقاعد المطلوب شغلها. ولكن درنا حاله انه كنت طرحت انت في الاستاذه الكريمه انه في حاله ما اذا انسان حط الورقه دا قائمه وما كانش على حتى واحد، القانون حل في هذه المسألة ودار حكم أنه تحسب كل أصوات لكل المترشحين داخل القائمة. نتقاوم مع المادة 170، لما ذكرت لي 170 يقول يعني توزع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق الباقي الأقوى. هذه كاع نخليها نروح لك الباقي الأقوى. ما معنى الباقي الأقوى؟ نعم، لما هذا المادة تتكلم على عملية الفز بعد انتهاء العملية. لو سمحت فقط لضرورة تقنية، فاصل قصير ثم نعود استكمال هذا البث المباشر والتغطية المباشرة للانتخابات المحلية البلدية والولائية. ابقوا معنا. إذن نحن معكم على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير حول عملية مجريات العملية الانتخابية، وبعد كان أو بعد هذا التقرير كان رئيس المجلس الشعبي الوطني سيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، أدى واجبه الانتخابي في غردايا، وأدى كذلك وأدلى بتصريح رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق شنين يؤدي واجبه الانتخابي. نتابع هذه الصور. هذه آخر محطة في تأسيس الجزائر الجديدة واستكمال المؤسسات الدستورية، وتعتبر طبعا الانتخابات البلدية والولائي والمجلس الولائي ربما من أهمية القصوى للمواطن لتتولى إنجاز والتنمية المحلية وتلبية الحاجيات الأساسية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، والذي نتمناه وأن تكون مشاركة الشعبية واسعة وأن يتم الاختيار وفق مواصفات الكفاءة والنزاهة، وفق ما يقتضيه كذلك وما يتطلبه وما يطالب به المواطن من تحقيق التغيير الإيجابي والتغيير الحقيقي حتى نتمكن جميعا من بناء الجزائر الجديدة. إذن تابعنا هذا التصريح لسليمان شنين وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق. هذه هي الدنيا أستاذ سعيد، رئيس راح رئيس جاي، مسؤول راح مسؤول جاي، رنا أمام انتخابات بلدية، المير القديم راح يولي مير جديد، وهذه هي الدنيا وتتواصل الحياة. نتمنى فقط التوفيق لكل المرشحين لأنهم ولاد الجزائر ولصالح الجزائر. كنا نتكلموا السيد الكريم عن المادة مهمة جدا، المادة 65، تكلمت على انه لعدد اكبر القيمه او القيمه المطلقه او الاغلبيه المطلقه اللي ادى اكبر عدد الاصوات، هذوك القائمه
هما اللي خيروا منهم رئيس. مشوش باللي ربما كاين انا سالت كان جاو هنا عندي في البلاطو درت معه حوارات مرشحين نسقسيه نقول له عندكم المال يقول لي مازال لحد الان كي نتلاقاو هل هذا عامل مليح يعني عامل صحي ولا عامل يعني ربما يدخلوا في هذاك الجدال بوليميك اللي نتكلموا عليه لما تفتح الشهيه لكن واحد ما وجدش روحه القائمه هذه الفائزه سواء محل حره ولا مستقل ولا حزبيه ما وجدش المير تاعها ورئيس المجلس الشعبي البلدي لما نديو اكبر عدد الاصوات يكبر الطموح واش رايك صحيح صحيح وهذا هو النمط الانتخابي لانه اصلا لماذا ما درناش رئيس القائمه باش الانسان يعرض نفسه على الناخبين وبعد اللي تحصل المفروض اللي تحصل على اكثريه الاصوات داخل القائمه المفروض هو يكون رئيس بلديه مثلا احنا في القائمه مثلا مش بالضروره مفروض نظريا مع تنوزن روحنا يا سيدي احنا قدمنا نفوسنا نوزن روحنا لقيت انا مثلا فوتوا عليا مثلا 3000 وهو فوتوا عليه 200 بس احنا نقدر انا فوتوا عليا 2000 وانت 3000 ونروح انا امير وانت ما تروح صحيح وانا نقول لك هذا هو روعه النمط الانتخابي بمعنى انه القائمه اللي فازت بالاغلبيه المطلقه عندها الخيار يا اما تقدم مترشح بالتوافق بيناتهم ويكونوا مجدينه كما نقول فوالا ومجدينه من قبل كانوا متفقين عليه ولكن ممكن يكونوا كلهم كانوا طامعين باش يكونوا رئيس بلديه وما صرحوش كاع ترشحنا ولكن ولا ما اتفقناش يكون رئيس بلديه الان الطموح يولي مشروع واللي المنافسه داخل القائمه وتولي كولة تصفيات يعني. تولي كولة داخل داخل القائمه مع كل واحد يجبد ليا بل نقول لك بلي بالك اثناء الحمله الانتخابيه كاين ناس كانت توجد روحها تكولس داخل القائمه تقول لك انايا في حاله ما اذا طلعت فوت عليا كرئيس بلدي ونعطيك نيابه ولكن هذا هو النمط الانتخابي انه يسمح بالتنافس ما نعرفوش رئيس البلديه وبالتالي هذه الحاله الاولى في حاله اغلبيه مطلقه استاذ قبل ما نكملوا الاغلبيه المطلقه فقط راح نروح المراسل ولكن اعطيك سؤال خمم فيهم بعد تفضل لانه ربما هذاك يطول السسبانس لانه النتائج ما راحش تخرج في نهار ولا في يوم لانه فيها 8 ايام يعني 8 ايام وحنا نستناو في المير تاع ديك البلديه معليش نعاود نرجع لك اذا مشاهدينا الكرام ليس فقط الحوار في البلاطو الاكاديمي والدستوري اللي يضمنه الاستاذ سعيد لوصيف وسياتي كذلك بعد حين في الساعات القادمه دكاتره اساتذه اخرين نتشرف بهم في قناه البلاد نروح كذلك للميدان لانه مهم وفيه ابطال اشاوس يضمن لنا هذه التغطيه المباشره من بينهم من بونا المدينه العزيزه على القلب عنابه زهير الاشطب صباح الخير سيدي الكريم صباح الخير خويا شريف وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام شكرا لك استاذ زهير الاشطب ضعنا في صوره العمليه الانتخابيه في عنابه الاجواء اولا ربما هنا في العاصمه الجو ممطر تقريبا تواجد 20 يوم هنا في العاصمه امطار متواصله هل عنابه استفادت من هذا الغيط النافع والله الاجواء في عنابه ربيعيه مشمسه مشرقه دافئه في يوم عديد على كل التداهيل ان شاء الله وصل زهير قلت لك شريف انه الاجواء ربيعيه مشمسه وهو ما سمح بالانطلاقه بدليه للعمليه الانتخابيه حيث شهدت مكاتب الاقتراع منذ الساعه الثامنه بدايه توافد المواطنين على مختلف المراكز من اجل الاستهزاء باصواتهم واختيار ممثليهم في المجالس الشعبيه البلديه والولائيه بحضور لا يمكن القول انه في تزايد مستمر مع مرور الوقت ان شاء الله. بالنسبه لمجريات العمليه الانتخابيه في الوضع الصحي كيف هي تسير الامور؟ هل تم احترام البروتوكول الصحي؟ اكيد التدابير الوقائيه مضبوطه يعني على احسن ما يرام حيث شاهدنا يعني في مختلف المكاتب توفر الكمامات سوائل التعقيم في مختلف المكاتب من اجل ضمان اجراء العمليه الانتخابيه في اجواء يعني بعيده عن اي طارئ. استاذ زهير لشطب يعني ليس رائي كمن سمع أنت متواجد هناك في الميدان ونحاول أن نضمن هذه الصورة الصوتية نعيد التذكير هذه الصورة الصوتية هل شاهدت وأنت تتجول بين مختلف مكاتب ومراكز بونا الجميلة سواء في البوني سواء في سيدي عمار أو في عاصمة الولاية عنابة هل شد انتباهك بعض الصور الخاصة ربما لشيوخ ربما لعجزة ربما لذوي الاحتياجات الخاصة أنقل لنا صورة من هذا النوع أكيد أخي شريف لأنه نحن ما زلنا في الساعات الأولى لهذا الاقتراع والذين بكروا لأداء واجبهم هم أكثرهم من الشيوخ ومن حتى من أصحاب ذوي الهمم كانوا هناك إقبال يعني معتبر يعني من هذه الفئة
بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة التي تضمن هذه الانتخابات تشرف عليها لرابع موعد انتخابي فيه تنسيقيات ولائية، هل تواجد هؤلاء أعضاء السلطة المستقلة أو التنسيقية الولائية لولاية عنبة؟ أكيد تواجدهم في كل في مختلف المكاتب، وهم اللي كما نقولوا أشرفوا على عملية منح الإعادة للمواطنين ساعة دخولهم على ساعة التامينة، وحضورهم في مختلف المكاتب بإضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب، والأمور تجري على أحسن ما يرادون. هل لديك بعض الأرقام زهير رشطب على العملية الانتخابية، سواء بتعلق الأمر بالناخبين، توزيعهم، طريقة توزيع المكاتب كما سألت مراسلنا مونتيارت منذ قليل حول عملية توزيع هذه الانتخابات، هل كل مكتب فيه البلدي والولائي كما يجرى في بقية المكاتب أم أنه مفصول، لأنه ربما هناك من يضع المكاتب الولائية لوحدها والبلدية وحدها؟ دعنا في الصورة ما يحدث هناك، ربما انقطعت المكالمة ولكن لا انقطع الوصل والمحبة بين مراسلينا وبين مشاهدينا الكرام الذين نحاول أن نضمن لهم هذه التغطية المباشرة في هذا الجو الخاص، الموعد كما قلت الرابع منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ عامين، وكذلك نضمن هذه التغطية من خلال الحوارات المباشرة هنا في البلاطو أين يضمنها كذلك بعض الأساتذة الأكارم من بينهم الدكتور سعيد أصيف. أهلا بك من جديد سيدي الكريم، ولكن الترحيب يبقى دائما مستمر بك. في 65 المادة المهمة وصلنا لعملية الطموح وعملية ربما الكولسة وذلك الذي ربما موجش عنده المير مازالت، كيف ترى الأمر؟ يعني فسرنا أكثر. هو الأمر صحي، أولا لنكون واقعيين أنه كاين أحزاب أو قائم كراهي متفقة على من يترأس البلدية، بل أكثر من ذلك ممكن موزعوا بيناتهم اللجان في حالة فوزهم، لكن هناك بعض القوائم ما حسمتش أمرها، وبالتالي القانون يقول أنه من حق أي مترشح لما تفوز القائمة بأغلبية المطلقة من حق أي واحد أن يترشح لرئاسة هذه البلدية، وممكن نجد أشياء من هذا النوع في الواقع. الأمر الثاني أنه الناخبين في بعض الحالات هم متعرفين على رئيس بلدية بطريقة غير مباشرة، يعني باتصالهم مع لما كان في الحملة الانتخابية مثلا، ولا كان الحزب أو قائمة تشرح برنامجها قالت لهم نعرض عليكم هذا السيد هو اللي احنا مرشحنا لرئاسة البلدية، وكأنه مسبقا راهم وجدوا رئيس بلديتهم. ولكن الأمر الثاني هناك حالة ثانية ما يعرفوش رئيس بلديتهم، بل أكثر من ذلك، صحيح هو رئيس الوالي ينصب في 8 أيام ولكن ما نقدروش نعرفوه في 8 أيام. لماذا؟ لأنه يقولوا هناك 50 أيام أخرى لتجرى فيها انتخابات رئيس البلدية، وبالتالي رئيس الوالي ينصب من المجلس الشعبي الوالي ويبقى تحت رئاسة أكبر الناخبين سنة ثم هذيك المادة 64 مكرر ولكن تبقى 5 أيام لتجرى فيها عملية الانتخاب، لأنه هذا المجلس لابد أن نديره مكتب تصويت متكون أكبر منتخبين سنا ومساعد أصغر. نقرأ المادة للمواطن الكريم باش يعرف سيدي الكريم وأنت سيد العارفين. مادة 64 مكرر تقول يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام كما قلت أستاذ التي تلي تنصيب المجلس، وعليه يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب بتشكيل يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب رئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين. هذه نتاع الأكبر والأصغر فيها حكايات بزاف بعد نفصلوا فيها. صحيح. أي مرات يكون الأكبر ومرات يكون الأصغر بعد نوصلوا لها. ولكن سيد الكريم راح طول العملية كتقول لي أول مادة 5 وزيد هما يتفاهموا بين بعضهم، يعني 15 يوم باش نعرفوا المير. لا صحيح كي نجيبوا 8 مع 5 أيام باش نعرفوا ونخلوا شوية سوسبانس. أيوة. الناس بدأت تتساءل، هنا قمنا بعمل انتخابية تبدأ تسأل بعد النتائج يقول شكون راح يكون المير تاعنا، وبالتالي السوسبانس يستنحى بعدها 15 يوم تقريبا. مش بلي أنه ربما المير يبين روحه كما قلت في انتخابات. صحيح. في الحملة الانتخابية واحد اللي يهضر بزاف. صحيح. واحد اللي يعرف يهضر اللي عنده كاريزما. صحيح. اللي عنده يأطر اللي دار خطاب مليح، لأنه التجمعات هذيك عاد مهمة. صحيح. أنا شفت تجمعات. صحيح. وإن كان لم أحضر ولكن أتابع، شوف باللي أنه يحكي ويقولوا هذاك السيدة وهضر هذاك التصريح كان فيه اهتمام، يعني الكاريزما الشخصية هي اللي تفرض نفسها. صحيح صحيح، وهذا قلت من نتيجة متابعتنا الميدانية أنه تجمعات أنه في بعض الحالات
القائمه متفقه على رئيس بلديه، وبالتالي تعطوا الفرصه يهضر بزاف ويشرح برنامجه. نعم. ولكن في بعض الحالات تحس باللي داخل القائمه فيه منافسه داخل القائمه، واحد يحكم لك الخمس دقائق، الاخر ثاني يحكم الميكرو ويقول لك انا ثاني نوعد باش نكون رئيس بلديه، وبالتالي خلقت نوع من المنافسه الشريفه داخل في الحمله الانتخابيه. لذلك برزوا حتى الشباب باش يبين باش ينتخبوا عليه، كان في اطار الحمله الانتخابيه كان شرحوا برنامجهم وقالوا احنا شباب مثلا اعطونا فرصه للشباب، وبالتالي كانت الحملة الانتخابية كانت فرصة لعرض البضاعة، وبالتالي كانت فرصة أيضا لمن هو مرشح لرئيس البلدية أنه يقدم بضاعته ويسوق لنفسه. ولكن قلت في بعض الحالات مازال بعض القوائم لم تفصل في المرشحية، ولكن نقول لك ربما نقول ترشح البلدية مبني على النتائج التي ستسيرها وعدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح داخل القائم. بل أكثر من ذلك، ممكن يكونوا معولين على بعض الأشخاص وما يدوش مراسم. صح. في بعض الحالات صح. ممكن صح. أنا معولين على شخص مثلا يكون في المجلس ويكون رئيس، ولكن الصندوق لم يعطيه أقصية مباشرة، وبالتالي لابد نلجأ إلى شخص آخر في داخل القائمة. أستاذ أوصف، إذا كان القوائم مازال ما فصلتش في رئيس الشعبي المجلس الشعبي البلدي، إحنا مازال ما فصلناش وما فصلناش في المادة. كنا نقطة الأولى، كنا الحالة الأولى، لأن مهمة الأولى. أيوة. الحالة الثانية واحد مادة الأغلبية المطلقة. صح. عشرح لي كيفاش ندير المير. إذا ما كاش قائمة حزبية دات أكثر من الأغلبية المطلقة 50+1، القانون دا الاحتمال الثاني هو القائمتين اللي دات أكثر من 35% فأكثر من حقهم أنه يقدموا مترشح. معناتها القائمة عاود لي هذه بمعنى أنه إذا ما كاش حزب أو قائمة أغلبية المطلقة خلاص. أيوة. روحوا منها. احتمال ثاني. أيوة. أنه قائمتان من القائمة المترشحة دات أكثر من 35%. القانون يقولها كلا القائمتين من حقها تقدم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي. كيف تفعل هذه؟ بالانتخاب. أعضاء المجلس الشعبي. أيوة. البلدي كلهم هم اللي ينتخبوا، ما هوش مواطنين. إذا. أيوة. هو القائمة الأولى تقدم مترشح، القائمة الثانية مترشح، كان مكتب تصويت، كان يوم انتخاب نحدوه. أيوة. يجوا أعضاء إذا كان عندنا 19 ولا 19. أيوة. أعضاء ينتخبوا على سواء ينتخبوا على الشخص هذا من القائمة ألف أو ينتخبوا على شخص من القائمة باء، واللي أكثرية الأصوات هو اللي يكون رئيس البلدية. وهذه كيفاش تخيروها؟ يعني مثلا تكون في حملة انتخابية بعضها بيناتهم يكونوا اتفاق، يكون فيه توازنات، يكون فيه ضغوطات، يكون فيه العرش. صحيح. يكون فيه الشخصية الكاريزما. صحيح. يكون فيها ممكن تحت الطاولة. صحيح. وش رأيك؟ لذلك قلت هذه المسألة محبة، هذه السياسة. نظن أنه بعض الأمور سويت قبل عملية الفرد. كان الناس يتفاهمت قوائم تفاهمت في حالة ما إذا أنا طلعت عاوني، إذا ما ديتش أنت الأغلبية عاوني كذا. وممكن أمور واحدة أخرى تصرى بعد ظهور النتائج ونعرفوا شكون الأشخاص وأشكو هذا الشخص في القائمه كان منافس لشريف او شارس عفوا او كان منافس بسيط نقدر نجلبه، وبالتالي تولي عمليه جلب اللواتي تولي حمله انتخابيه مصغره بينات المنتخبين، ولكن مبنيه على واش تعطيني. بمعنى انا ننتخب عليك رئيس بلديه، ولكن بالمقابل لازم تعطيني كون رئيس لجنه شؤون اجتماعيه او ثقافيه او رياضيه او كون مندوب بلدي، وهذا مشروع. انا حبيت نعاونك انت ثاني عاوني باش نخدم البلديه وكلنا في مصلحه واحده. صح. ايوه فصلنا في زوج. مازالت الثالثه قائمة قلنا تدي مطلقة، قلنا قائمتين تدي 35%، ولو كان كل القوائم لم تدي لا مطلقة ولا 35%، كيفاش نديروا؟ في هذه الحالة القانون دار حل أنه يحق لكل قائمة أن تقدم مرشح عنها، وبالتالي كل القوائم من حقها تقدم فارس ويلا. وهنا تكون عملية الكوارث أكثر من معقدة وأكثر من الحالات الأخرى، وبالتالي تولي هناك عملية الكوارث وماذا تعطيني أكثر من الحالات اللي قلناها سابقا. الحالة الرابعة ما لم ينص عليها ولا مادة. الحالة الرابعة نطرحها من عندي أنا كصحفي، نطرح هذا التساؤل ليطرحه كذلك المواطن. لو هاد 19 هادو ركبوا راسهم، كل واحد يقول فوري طيب. طيب. وانا العرش تاعي وانا كذا وانا ديت وانا خدمت في المجالس. صح. واحد ما يتفقوا ما يتفهموش كيفاش يحطوا رئيس البلدية، ما الحل دستوريا؟ شوف دستوريا كان الوالي يدخل، لابد يسيب واحد. أيوة. لانه هذه بلديه وانتم دخلتوا على برنامج، لانه الهدف تاعكم بدايه وشنو هو؟ انه تخدموا صالح العام. صح. وبالتالي احنا درناكم باش تخدموا، ماشي باش ديروا انسداد في اول اللقاء. وبالتالي نظن أن هذه مسألة غير مطروحة أساسا، لأنه سوف تتدخل العقلاء، سوف تتدخل الجهات المعنية لإيجاد حل، لأنه غير معقول أننا جينا باش نخدموا مصلحة المواطن نروح في أول لقاء يكون انسداد. وبالتالي نظن أن هذه الحالة مستبعدة جدا، رغم أنها من ناحية النظرية ممكن أن تقع، ولكن ما تنساش بلي أنه في هذه القائمة وجود شباب
موجود ما هوش غير الناس اللي عندهم متمرسين في السياسة ولا، وبالتالي ممكن أنه نقضي على هذه المسألة بالتوافقات بالحوارات بين، خاصة إذا كان يعني هدفنا. وش تقصد أنك فيها شباب يعني؟ وش لأنه شباب من الصعب أنك تأثر عليهم في ولو كان تاني ندخلوا في صراع لأنه يعني المحافظين ويكونوا مجددين يختلفوا، تعرف صراع بين الأجيال. صحيح. يقول لك بدأوا يضربوا في بعضهم، يقولوا أنت كنت شارك في الحزب الفلاني، أنت كنت في الأزمة، أنت كذا أنت كذا، وبالتالي ربما راح انسداد يعني. ولكن كاين شباب ما شاركوش، احنا نجدوا بلي شباب ما شاركوا لا في حزب الف لا في حزب باء، وربما يكون منهم. يا سيدي نتفاهموا على شباب، اي نتفاهموا على شاب منا ونديروه كرئيس بلديه كحل اخير، وبالتالي نقول الحلول موجوده موجوده. صح، دائما الانتخاب استاذ سعيد طبيعه الحال، بس الحال نقول الانتخاب نقول بعضنا يعني، حتى لو كان يتفاهموا على واحد لازم ينتخبوا، ينتخبوا لازم ينتخبوا. هذا القانون يقول هذا، يقول عمل انتخاب ما يخضعوا للماده 65. استاذ تكلموا المجلس الشعبي البلديه يعني يا حليل، راك تعرف باللي القوانين الجديده، انا دائما نطرح هذا الاشكال، رئيس البلديه رئيس الدائره يوزع السكن، والاحتجاجات والمشاكل تكون في رئيس البلديه، هو بارشوك تاع المشاكل هذو. اليوم نتكلموا قبل ما نتكلموا على لقاء رئيس الجمهوريه امس، انه لقاء فيه نقاط مهمه جدا راح نتناولوها مع وسائل الاعلام، طرق الى الجماعات المحليه، الى السير تاع البلديه لما سقسوا الصحفيين، أعطى بعض المؤشرات على قانون البلدية. قبل ما نفصل في تصريحات رئيس الجمهورية اللي هي خطة طريق، خطة عمل في قادم الأيام بالنسبة للمجالس المحلية، في ظل اليوم هذا القانون هذا، يعني هل ترى أنه الوضع صعيب ويا حليل للدمير؟ أنا أقول لك بصراحة، معناتها في ظل الأوضاع الحالية وفقر بعض البلديات، الغريب أنه بعض البلديات رئيس الجمهورية قال 900 بلدية فقيرة، 1541، وبالتالي لما نقول فقيرة واش معناتها؟ معناتها مواردها قليلة وشحيحة، لا موارد الجبائية تكفي ولا موارد خارج الجبائية تكفي، وبالتالي أنت لما تريد أن تسير بلدية وعندك موارد مالية قليلة ضعيفة ما تقدرش تدير مشاريع وما تقدرش تدير التنمية. وأنت الآن لما تقدمت إلى في برنامج انتخابي، لما رحت للمواطنين رحت قلت لهم باللي ندير لكم في عندكم مثلا ندير لكم مشروع طريق، ندير لكم سكنات مثلا، نوزعوا السكنات، نبني مثلا الطرق الى اخره، وانت ما عندكش موارد كافيه من انجاز هذه المشاريع، وبالتالي تصبح عاجزه، تصبح البلديه عاجزه وتحتاج جميع الاعانات من طرف الدوله. ولكن المواطن في بعض الحالات ما يفهمش هذه الامور، مسائل الماليه، يقول لك انا انتخبت عليك بس توفر لي كل الامور تاع، انت وعدتني باللي توفر لي كذا وكذا وما وفرتليش، وبالتالي انت اللي عاجز، ماهيش الموارد اللي عاجزه. لذلك فنقول صراحة أنه في ظل شح موارد بعض البلديات تصبح عملية التنمية صعبة، والمسؤولية الملقاة على الناخبين تصبح كبيرة وكبيرة جدا. لذلك نقول ربي يكون في الناس اللي ترشحوا في بلديات فقيرة، لأنه يصبح إمكانياتهم باش المناورة أو مثلا باش يقوموا مشاريع قليلة وقليلة جدا. أستاذ نسينا واحد النقطة مهمة جدا، طوعون، وهذه المسألة مهمة كذلك ثاني، يعني أنه كان عندنا مجلس دستوري، اليوم عندنا محكمة دستورية، هذه زفت نفصل فيها، وأنت مهم في هذا النقطة. ولكن قبل ذلك نضمن التغطية المباشرة من مختلف ولايات الوطن، كما يشار لي زملاء في الريجي يقولوا بلي أن هناك مراسل بشار ياسر. صباح الخير. صباح الخير أستاذ. إذن العملية الانتخابية في ولاية بشار كيف تسير؟ دعنا في صورة ما يحدث هناك. العملية الاقتراعية في ولاية بشار كغيرها من الولايات تشهد إقبال من متوسط إلى الجيد، يعني من خلال المواطنين حسب الآراء، يعني هنا يعني كل واحد يعني عارف مهامه، عارف واجبه وحقه الانتخابي. كل مراكز يعني بها إقبال مواطنين يعني منذ الدقائق الأولى أو الساعات الأولى للاقتراع. زميلي ياسر، بالنسبة للمراكز المتنقلة أو المكاتب المتنقلة هي 129 مكتب متنقل عبر 16 ولاية، هل هناك مكاتب متنقلة في بشار؟ نعم، فيه مكاتب متنقلة للاقتراع، هي للبدء والرحل، يعني في البلديات البعيدة عن الولاية. كيف تجري العملية يعني حتى المواطن هنا في يعني ولاية الشمال يعرف العملية؟ هي ربما انطلقت تقريبا من يوم الأربعاء بعد نهاية الحملة الانتخابية مباشرة. كيف استاذنا استاذ نيل، دعني أكمل السؤال، دعنا في صورة هذه كيف تجري العملية تاع المكتب المتنقل، كيف يمشي، وين يروح، وكيف يرجع الصندوق، وين يوضعوه في الأخير، أين يعني ينتهي مطاف ذلك صندوق مكتب متنقل؟
المكتب المتنقل يخرج يعني من 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 فروع اللجنه المستقله يعني عبر مركز بني والنيف اللي هي تبعد حوالي 100 كيلو على الولايه. يخرج الصندوق يعني نحو البدو والرحل يعني حوالي 40 حتى 50 كيلومتر يعني في الصحراء لتنتهي تتنقل تنقل المركز يعني المركز المتنقل يتنقل يعني من الخيمه يعني كما نقولوا حنايا. بعدها مباشره عند الانتهاء ممكن حتى قبل المساء ينتهوا ممكن بعض المراكز اللي تنتهي حتى الليل بحكم صعوبه يعني الطرق والطرق والمسالك يعني لتنتهي لتعود يعني المركز المستقل اللجنه المستقله يعني. وقتاش يرجع الصناديق تاع المكتب المتنقل؟ متى يعود الى مكتب او مركز السلطه الوطنيه المستقله لبدايه عمليه الفرز؟ هل عمليه الفرز يعني تبدا بعد الانتهاء في العمليه كل عبر كامل التراب الوطني؟ يعني الصناديق هذيك على الساعه السابعه اذا كان ما كانش فيه يعني تمديد للعملية الانتخابية سيتم فتح المكتب أو فتح الصندوق ويتم الفرز على غرار بقية الولايات، هكذا فهمت؟ احنا لم تعطى لنا معلومات كبيرة يعني احنا رافقنا بعض المراكز يعني لكن معلومة الفرز يعني لم تأتينا حتى معلومة يعني نقدر نصرح بها. إذا ربما ممكن تعطينا بعض الأرقام حول العملية الانتخابية هناك في بشار عدد الناخبين غير ذلك؟ تفضل. الآن بعض الأرقام يعني ممكن. تفضل. لا تحضرني الآن بعض الأرقام يعني ممكن راح نوجدها بعد لحظة. إن شاء الله سنعود إليك أستاذ ياسر نيل وأنت مراسلنا من ولاية بشار، نشكرك على كل هذه المجهودات في انتظار أن نتصل بك عبر محطاتنا المباشرة التي نضمنها. مشاهدينا الكرام من بداية العملية الانتخابية التي انطلقت في الثامنة ونحن كنا قبل ذلك بساعة تقريب لضمن هذه التغطية المباشرة على مدار يوم كامل من خلال مراسلين أو من خلال بلاطوهات المباشرة هنا وكذلك التغطيات الميدانية. كنا تابعنا منذ الصباح عملية الأداء الانتخابي للمواطنين وكذلك لرجال الدولة بداية من رئيس المجلس الشعبي أو مجلس الأمة ثم الوزير الأول رئيس المجلس الشعبي الوطني وقائد أركان الجيش الوطني سعيد شنقريحة وبقية المواطنين الذين يتوافدون على مراكز الانتخاب كما نتابع في هذه الصور التي تأتينا بالضبط من ولاية بجاية أين يظهر هذا المكتب الانتخابي أين يتواجد عدد من الناخبين للأداء أو بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية في هذه الانتخابات المحلية المزدوجة التي تأتي هي الرابعة في ظل الدستور الجديد وبعد التعديلات الجديدة وقانون العضوي للانتخابات من ولاية بجاية إلى ولاية عين الدفلة. لو سمحت سيد المخرج نتابع الصورة كاملة حتى نتابع بكل تفاصيل هذه العملية. شكرا لك زميلي. إذن هذه الصور تأتيكم من ولاية عين الدفلة وهناك يظهر المراقبون وهم المراقبون للقوائم المترشحة سواء قائم الحرة أو القوائم الحزبية على مرأة ومسمع من المراقبين وكذلك المؤطرين لأنه المركز الانتخابي فيه رئيس مركز فيه المساعد فيه الكاتب وكذلك الأعوان الذين يسهرون على أداء العملية الانتخابية. كما تظهر هذه الصور هناك صفين الصفان الصف الأول لانتخابات البلدية وتظهر تلك الأوراق البيضاء كما تظهر هذه الصور من ولاية الصطيف وبالمقابل الأوراق الزرقاء هي للانتخابات المحلية للانتخابات المجالس الشعبية الولائية بالضبط من ولاية الصطيف إلى ولاية غليزان. هذه هي الصور التي نشكر مراسلونا الذين راسلونا منذ صباح بداية العملية الانتخابية وسيواصلنا معكم إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية وبداية الفرز في حدود الساعة السابعة حسب ما يضمنه القانون العضوي للانتخابات الذي هو 21/1 بتاريخ 10 مارس وكذلك الأمرية المتعلقة بالعملية الانتخابية التي أقرها رئيس الجمهورية في 20 أوت الماضي. مشاهدينا الكرام إلى سيدي بلعز العباس وهذه الصور كنا بتيناها منذ قليل وسنواصل متى توفر من صور وفيديوهات وتصريحات ونحن معكم على الهواء مباشرة لضمان هذه التغطية المباشرة على مدار الساعات الموالية في انتظار أن تصلنا الصور حيث سيصل رئيس الجمهورية إلى مكتب أحمد عغلوة لأداء بصوته الانتخابي كما كان في المرة السابقة.
إذن مشاهدينا الكرام نعود إلى البلاطو للحديث عن مجريات العملية الانتخابية وكل ما يتعلق بالقانون. سيد الكريم، كنا نتحدث عن الانسداد وقلت بأنه إذن مشاهدينا الكرام كما كنت أتحدث بعد قليل سيصل رئيس الجمهورية، في هذه اللحظات يصل رئيس الجمهورية إلى مركز الانتخاب ببوشاوي بالضبط أحمد عروة لأداء أو الإدلاء بصوته. إذن رئيس الجمهورية كما تشاهدون رفقة أفراد من عائلته يدخل في هذا البروتوكول إلى مقر مركز أحمد عروة ببوشاوي وهو يحمل بطاقة الناخب للإدلاء بصوته رفقة بعض أفراد من عائلته. إذن تتابعون هذه الصور التي تأتيكم من المصدر مباشرة. إذن رئيس الجمهورية في انتخابه الجديد في مشاركته الإدلاء بصوته بعد أن شارك في الانتخابات التشريعية، ها هو الآن يدخل إلى مركز الاقتراع بالضبط إلى المكتب أين مسجل هناك في القائمة الانتخابية. يتقدم إلى رئيس المركز مرفوقا أو حاملا لبطاقة التعريف وكذلك بطاقة الناخب، وبعدها سيأخذ كل الأوراق التي موجودة في المكتب سواء بالانتخابات المحلية والانتخابات المحلية البلدية والولائية. إذن في هذه الصور المباشرة مشاهدينا الكرام التي نضمنها لكم من قناة البلاد، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأخذ الأوراق ورقة ورقة وهي كل الأوراق للمرشحين للقوائم التي ترشحت هنا في العاصمة، ثم سيتوجه إلى العازل لاختيار مرشح ضمن القائمة وأكثر من مرشحين وفق ما يتضمنه قانون العضوي للانتخابات والأمرية الرئاسية المنظمة كذلك لعملية الانتخاب. إذن بعد أن أخذ رئيس الجمهورية وفق هذا النظام الانتخابي يتقدم إلى العازل يأخذ وقتا كافيا لاختيار المرشح المناسب، ثم يضع الورقة في الظرف ثم يتوجه إلى الصندوق للإدلاء بصوته، وبذلك يعتبر رئيس الجمهورية ناخبا أدى واجبه الانتخابي على غرار ما قام به كل الناخبين المسجلين 23 مليون. إذن مباشرة مشاهدينا الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة، هذه الصور التي تأتيكم هي من مكتب أحمد عروة بمركز أحمد عروة هنا ببوشاوي بالعاصمة رفقة أو على أنظار قنوات التلفزيونية وكذلك وسائل الإعلام التي تضمن هذا الحدث الهام، الحدث التاريخي، الحدث الوطني، على غرار قناة البلاد التي تواصل معكم هذه التغطية المباشرة. نحن معكم في انتظار خروج رئيس الجمهورية بعد أن تواجد في العازل لوقت كافي لاختياره الشخص المناسب وكذلك القائمة المناسبة والإدلاء بصوته الانتخابي في هذه الانتخابات المزدوجة وهي الرابعة في محطات المسار الإصلاح والتي انطلقت بداية من الانتخابات الرئاسية. إذن في هذه الأثناء رئيس الجمهورية يتوجه إلى الصندوق لوضع الظرف الذي يحمل القائمة التي اختارها رئيس الجمهورية. إذن على أنظار وعلى مرأى ومسمع من أعضاء مكتبي أو من مؤطري مكاتب الانتخاب هنا في أحمد عروة، إذن رئيس الجمهورية يبصم على السجل الذي هو مدون فيه اسمه وبعدها سيوقع وبذلك سيصبح ناخبا ضمن الناخبين الجزائريين المقدر عددهم ب 23 مليون ناخب. رئيس الجمهورية يستلم بطاقته الانتخابية ثم يتوجه إلى الجزء الموالي أو الجهة المقابلة وهي للانتخابات المجالس الشعبية الولائية بعد أن أدى واجبه الانتخابي في القوائم البلدية، ها هو الآن يتوجه بنفس الطريقة المعمول بها وفق قانون ونظام الانتخابات الذي هو يكرس هذه العملية الانتخابية ويضع لها أطرها الخاصة. إذن رئيس الجمهورية بعد أن أدى واجبه الانتخابي في المجالس البلدية يتوجه إلى الركن الخاص بالمجالس الولائية وبنفس الطريقة يأخذ كل الأوراق لأن القانون ينص على ضرورة اختيار كل الأوراق أو أخذ كل الأوراق إلى العازل ثم اختيار سري وتفضيلي ودون مزج. إذن رئيس الجمهورية يأخذ آخر ورقة من القوائم المرشحة قبل أن يأخذ كذلك الظرف وبالتالي يتوجه إلى العازل لاختيار المرشح الذي يراه مناسبا على غرار كمواطن جزائري
يؤدي واجبه الانتخابي بالطريقة الأولى كما كانت في البلديات، ها هو في انتخابات المجالس الشعبية الولائية يؤدي صوته أو يؤدي واجبه الانتخابي، يأخذ مكانا في العازل، يأخذ وقتا كافيا، ثم يضع الورقة التي تم اختيارها. إذن نحن معكم على الهواء مباشرة، قناة البلاد تضمن هذه التغطية المباشرة، نترككم مع هذه الصور التي تأتينا من المصدر. إذن نحن في انتظار أن تظهر صورة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهو يؤدي واجبه الانتخابي. إذن بعد أن أدى واجب انتخاب المجالس الشعبية البلدية، هذه المرة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية، لا يزال في العزل، بعد لحظات سيظهر رئيس الجمهورية وهو يؤدي واجبه الانتخابي. نتابع هذه الصورة. في هذه الأثناء، بعد أن وقع رئيس الجمهورية، يصبح ناخبا وطنيا على غرار 23 مليون جزائري الذي يؤدي واجبه الانتخابي. إذن في هذه الأثناء يخرج رئيس الجمهورية من مكتب مركز أحمد عروة ببوشاوي، ربما سيكون هناك تصريح صحفي، سنحاول أن نوفيكم بكل التفاصيل. في هذه الأثناء يغادر مركز ويدلي بهذا التصريح. نتابع. بونجور. Ah, écoutez, la citoyenneté est un apprentissage. La citoyenneté n'est pas innée. Et on donne Kulna, Brassal Beladiat, Bel Ahzab, Mujtama Al-Madani, Lazim Nouaï ou Bad Nabad, Fimé Khosl, le Mouatana, la citoyenneté, وما نتكلش على الاخرين. هذا يوم انتخابات، يوم اختيار مسيرين ليسيروا شان الشعب على المستوى القاعدي. اعتقد انهم المفروض عليهم يجوا ينتخبوا، الا ما حبش ينتخب. الانتخاب ماهوش حق وواجب، ولكن ما قدرش نرجعوا اجباري. Omer le pouvoir et l'autonomie financière. C'est à revoir. انا قلت باللي فيه لحد الان رانا نستكملوا في المؤسسات الانتخابيه تاع الدوله، وانتم تعرفوا ان المؤسسه القاعديه لانستيتيسيون دو باز دو ليتا سي لا كومين، ومن بعد لا ولايه لي كوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قويه اليوم، لان مثل ما قلت صلاحيات تطلب امكانيات، والامكانيات ماهيش موجوده عندهم. الامكانيات تقريبا كلها ممركزه ضرائبيا وغيرها. ان شاء الله هذا الشيء كل نراجعوه ان شاء الله في 2022 تكون مراجعه جذريه بالنسبه للجماعات المحليه ان شاء الله. تفضلي. سابق الإذاعة الوطنية القناة الأولى، سيد الرئيس صرحتم في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية غير مهمة، كيف تنظرون إلى ما سيفرزه الصندوق خلال هذه الانتخابات، خصوصا أنكم أكدتم أن البلدية هي النواة الأساسية في تحقيق التنمية؟ شكرا. أعتقد أن الانتخابات المحلية تكون مشاركة أقوى من المشاركات الأخرى، لأن تهم المواطن مباشرة. أنا الكلام اللي قلته أول في غير محله، قلت اليوم نبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى، لا غبار عليها، ولا واحد يشتكي بأن كان فيه تزوير ولا الصوت نتاعو مشى ولا كذا. النتيجة هذه وصلنا لها الحمد لله، ولا واحد قادر يقول اليوم أن المجلس الشعبي الوطني وقع فيه تغيير نتائج وقع فيه إلى آخره. هذه نقطة أساسية وصلنا لها، وإن شاء الله نستمر على هذا المنوال. سيد الرئيس،
أمينة بنا بقناة النهار. اليوم عدد من البلديات خارج السباق الانتخابي بدون مترشحين، كيف ستتعاملون مع هذه البلديات؟ هل سيتم تنظيم محليات استثنائية أم أن الإطار الإداري هو من سيسير هذه البلديات طيلة هذه العهدة؟ سؤال ثاني إن أمكن سيادة الرئيس، خارج السياق الانتخابي زيارة لرئيسة الحكومة التونسية، الوزير الخارجية قال أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري، ما هل يمكن تحديد الموعد وما هي أجندة الزيارة؟ شكرا. شكرا. فيما يخص الانتخابات، أنا ماذا بي نقعد في الانتخابات، السياسة الخارجية ربما في وقت آخر ولا في ظروف أخرى نطلق لها. بالنسبة للانتخابات المحلية، فيه حقيقة بعض البلديات ما كانش فيها قوائم، ولكن نادرة جدا، في 1541 بلدية ربما المشكل يتعلق بتسع بلديات ولا ثمان بلديات، 40 بلدية أقصاها، ما هوش مشكل. هذا القانون واضح، في حال ما فيش انتخابات تكون لجنة التسيير في انتظار ما تكون ظروف مهيئة لتنظيم انتخابات في هذه البلديات، ما طرحش مشكل. بالنسبة للزيارة نتاع السيدة الوزيرة الأولى رئاسة الحكومة تاع تونس، في تبادل يعني زيارات، في تبادل آراء، في تبادل تجارب مع شقيقة تونس، وستتواصل إن شاء الله. وأنا ناوي إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل باش تكون فيه زيارة، زيارة الدولة إلى تونس الشقيقة إن شاء الله. الجزائر سيد الرئيس سفيان مراكشي قناة الميادين، رغم وصول الجزائر إلى آخر محطة للبناء المؤسسات المنشود، هناك بعض الأصوات ما زالت تتحدث عن مرحلة انتقالية وتتحدث عن مراحل أخرى. ثاني سؤال إذا سمحتم سيادة الرئيس، منطقة عزيزة على الجزائر علينا جميعا يهددون يعني بأنه في حالة ما إذا لم تصل بعض المنتخبين إلى البلديات يقومون بسداد البلديات أو بحركات احتجاجية، ما هي الضمانات التي تقدمونها للشعب الجزائري لصون صوته؟ شكرا. أولا، في قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني وسيصدر عن قريب جدا فيما يخص المس بالمؤسسات وغلق المؤسسات وتحريف أصوات المواطنين. الناس اللي ينادوا اللي يسبحوا يعني ضد التيار، عندك ما تديرهم، لن تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. احنا نمشيو مع أغلبية الشعب. اليوم باش تكون فيه سياسة أيا كان البلد فيها إجماع تام، ما كانش إجماع، ما بقاش في العالم مش في الليلة في الجزائر، حتى صار الإجماع يثير شكوك. إذن كل واحد وأفكاره. حنا المهم الجزائر إن شاء الله ماشية إلى مستقر لها باقتصادها الأساسي، هو نعود نبني الاقتصاد، نرسخ الديمقراطية الحقة، مش ديمقراطية تاع عصابة ولا تاع يعني خليها ديمقراطية شعار لتمرير أمور أخرى إن شاء الله. حنا وكل حال هادو أقلية ونحترموهم، يعني المعارضة محترمة، المهم أننا ما نصلش إلى العنف وإلى أمور لا تحمد عقبها، ولكن المعارضة السياسية والفكرية مسموح بها. Vous avez posé trop de questions. أمام فئة الشباب ليأخذوا زمام الأمور، أكيد عندهم مؤهلات، عندهم كفاءات، ولكن يفتقدون للخبرة لتسيير الشأن العام. هل تعولون على هذا؟ هل فيه إمكانية؟ كيف ستكون المرافقة لهؤلاء؟ الاختيار مش لي أنا، الاختيار المواطنين، واختيار المواطنين أعتقد أنه يمشي للشباب، لأن الصبح اليوم هم الأغلبية في الوطن، ولما نشوف العدد الهائل تاع متخرجي الجامعات، ما بقالش اليوم باش نختار انسان لمستواه يعني مستوى تعليمي بسيط جدا باش يسير امه مثقفه في اغلبيتها. اولا، ثانيا، ولا واحد زاد عنده تجربه، يعني باش نخرجوا من هذه الحلقه المفرغه قال باش نعينه لازم يكون عنده تجربة، ولكن باش يكون عنده تجربة لازم تعينه باش ياخذ تجربة. إذن وأعتقد أن تكون لهم تجربة في أقصر زمن، أقصر مدة، لأن عندهم مؤهلات
لاستيعاب القوانين واستيعاب قوانين التسيير وقوانين التنظيم. شكرا. صباح الخير سيادة الرئيس. صباح الخير. زينب بنزيطة من قناة تي ار تي عربي. الآن اعترفتم أن هناك عدم أو منح صلاحيات لرؤساء البلديات أو للمجالس المحلية. ما هي الاستراتيجية اليوم لكم في إطار التكفل بالمطالب المحلية وخاصة ما تسموه بمناطق الضلع، علما أن هذه المناطق تطالب بالمزيد من التنمية المحلية؟ هي مناطق الضلع يعني ما تواجدها داخل بلديات، ما هيش يعني موجودة لنفسها بنفسها، داخل بلديات معناه باللي كل البلديات يعني ما وصلتش التنمية لكل التراب تاع البلدية، فيه مناطق تاع ظل اللي ما وصلتهاش التنمية، ورانا نحاولوا نوصلوا لها التنمية بالكهرباء والغاز والمدرسة والمطعم المدرسي إلى آخره، من ماء كهرباء إلى آخره، يعني من مرافق أقلش ما يقال يعني السميك دي ديفلوبمون سي سا. أما البلديات أنا شخصيا يعني من 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 من, من تخرجي 69 حتى الماضي قريب جدا ابن الجماعات المحلية، ما أنا ماشي معاك. الجماعات المحلية اليوم بلدية ولا ولائية هي المؤسسة القاعدية، سي لا سيلول دو باز، الخلية الأساسية للدولة الجزائرية، ولكن مثل ما قلت في 1541 بلدية فيه ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، منهم راكي تعرفي انت شروين وتينركوك يعني مش بلديات اللي قادرة تسير نفسها بنفسها، ما عندهاش إمكانيات، وفيه بلديات أخرى غنية جدا عندها مناطق صناعية، عندها سياحة، عندها تجارة قوية، كل هذه جزء من ضرائب يرجع لها وخلتها بلديات غنية. كيف نساوي بين الغنية البلديات الغنية والبلديات الفقيرة؟ هذا ما نشوفه إن شاء الله في تغيير قانون البلدية وقانون الولاية، ويكون إن شاء الله في سنة 2022 حتى نعطي البلديات ولا أغلب البلديات نعطيها إمكانيات نتاع سياستها. ما يمكنش اليوم بلدية تدير سياسة اجتماعية بالأموال نتاع الخزينة، ولا تنطلق في سياسة نتاع السياحة وحدها منفردة بدون الوزارة وبدون حرية، والاستقلالية نتاع البلديات تتماشى مع إمكانيات المالية نتاع البلدية. ونحاول كيفاش نخلق البلديات مداخل أخرى من غير مداخلها موجودة حاليا. السلام عليكم، ميلود بن علي صولي، مراسل الإخبارية السورية من الجزائر. سيد الرئيس، تكلمت كثيرا وقلت أن المجالس المحلية والولائية هي النواة الحقيقية للتنمية. طيب، ولكن المنتخبون المحليون دائما يشتكون بتغول الإدارة، إن صح القول، تغول رئيس الدائرة والوالي، هم مجالس المنتخبة لا يمتلكون صلاحيات. هل سنلاحظ في القانون الجديد توازن بين صلاحيات الجهاز التنفيذي ممثل سواء كان ذلك في الولاية ورؤساء الدوائر وفي المجالس المنتخبة؟ وشكرا جزيلا. شكرا. صلاحيات ما هي الصلاحيات اللي طالبين بها؟ صلاحيات اللي عندك انت امكانيات باش تمارسها ماديا وماليا اهلا وسهلا، اما باش تخلي مؤسسة يعني كل الاموال اللي تدفق فيها اموال الخزينة العمومية، والأموال تاع الخزينة العمومية لها قوانين خاصة في تسييرها وفي صرف هذه الأموال. إذن لا كان الحرية باش نصرف المال كما نبغي، هذه ما كانش. كل مال يصرف لازم رقابة عليه وعنده قوانين تاع صرف الأموال العمومية لأنها أموال المواطنين. أما تخلق لنفسك ثروات أخرى خارج الأموال اللي تجيك من الخزينة العمومية فأنت حر فيها وحر في تصرفها، بشرط أنها تمشي كذلك طبقا لقواعد
العامة للتسيير، التسيير المالي والتسيير الإداري والتسيير. إذن ما ندخلش في التفكير على أساس أعطيني حرية دولة داخل دولة، هذه ما تكونش. إحنا دولة موحدة صمم بي يونيتر فيش. شكرا بارك الله فيكم. آخر سؤال، آخر سؤال تفضل. سيد الرئيس أحمد خالد وكالة أنباء المصرية، الرسالة التي ودونا إبلاغها العالم مع استكمال المحطة الأخيرة في بناء مؤسسات الجزائر الجديدة. هو أولا هذه آخر محطة بالنسبة للبناء، دولة عصرية، دولة مبنية بسواعد أبنائها هم اللي اختاروا المسؤولين، هم اللي اختاروا المسيرين. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أننا سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنافي الديمقراطية والحرية للمواطن. هذه هي الرسالة، ما فيش رسالة أخرى. شكرا بارك الله فيكم. إذن تابعنا هذا التصريح الرئاسي لرئيس الجمهورية بعد أداء صوت أو أدلاء بصوته الانتخابي. أعطيك دقيقة قبل أن نغادر هذا الأستوديو، تفضل أستاذ. نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله تكون تمر هذا اليوم الانتخابي مر في سلام، وإن شاء الله نشاهدوا يفرز الصندوق، الناس يكونوا في المستوى، لأنه البلديات محتاجة للتنمية. الآن الشعب ينتظركم، ينتظروا في مجال التنمية، ويصلح يكونوا في المستوى خاصة الشباب. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي فقرتي معكم في التغطية المباشرة للانتخابات المحلية البلدية والولائية. إذن سينضم بعد قليل بقية الزملاء لهذه التغطية المباشرة إلى غاية منتصف الليل. إلى اللقاء.